الأهلي يهزم طنطا 1-0 بهدف للسولية، والشناوي يعادل رقم شريف إكرامي بالمحافظة على نظافة شباكه خلال 23 مباراة. هدف السولية جه من كرة عرضية ناحية اليمين، هي من ناحية الشمال الأول، كرة بعيدة لعبها قفشة بدماغه وتيجي في رجل عمرو السولية الثابتة وتدخل شباك طنطا. كابتن علاء، مبروك النادي الاهلي النهارده، ولكن شفت الماتش ازاي؟ مبروك طبعا، 3 نقاط. مبروك الشناوي النهارده، عاد الكابتن شريف اكرامي، دي حاجه تحسب له. دايما الشناوي المباريات او الفترات الاخيره الشناوي ما شاء الله من الاحسن للاحسن للاحسن، ودايما كده. مباراه ما فيش الشوط الثاني ما اتغيرش كتير على الشوط الاول ايمن. الحاجه بس الوحيده او الحاجه اللي عملت الى حد كبير شكل معقول شويه، نزول محمد مجدي. نزول محمد مجدي حسيت ان في حد بيلعب كوره، شايف الملعب كويس قوي، شايف المساحات كويس قوي، بيعرف يتحرك كويس، بيروح على مساحات كويسه. فرق برده الشوط الثاني الحاله البدنيه. قبل ما اتكلم على الاهلي، بس انا طبعا لعيبه طنطا النهارده اعتقد مباراه ممتازه، مقدين بشكل كويس قوي على حسب امكانياتهم. لكن في الاخر بتبقى الفروقات الفرديه بتفرق معاك. النادي الاهلي بدنيا كان الشوط الثاني طبعا احسن بكتير قوي، خصوصا في اخر المباراه. مساحات كانت موجوده كتير قوي، لكن النهارده يؤخذ على لعيبه النادي الاهلي حاجه وكانت ملاحظه قوي. كل الكوره عرضيه يا ايمن كانت دايما طويله على البعيده قوي، على البعيده قوي، لو من علي او محمد هاني بتوصل وبتوصل كويس قوي، لكن لما بتعمل اللمسه الاخيره بتبقى بعيده قوي. حتى الهدف، انت شفت الهدف، علي معلول عامل الكره واخد وقت كبير قوي في الهواء، يعني مش كروس صريح، لا واخد وقت كويس. لكن انتشار لعيبه النادي الاهلي في الهدف، محمد مجدي عاملها في عمرو، وتلاقي عمرو بقى وراه كهربا، ورا كهربا بادجي، الدفاع الهجومي كويس والعدد كويس، لكن الاداء ما اتغيرش كتير عن الشوط الاول. هو بقول لك بس مجدي في نزوله طبعا، حسين الشحات النهارده اخذ وقت اكتر، عمل كوره حلوه قوي محمد مجدي عملها، لكن انقذها محمد اشرف. مباراه كانت صعبه تطلع تعادل بغض النظر عن الاداء في خلال الشوطين. الاداء كان بيدور على مكسب دايما، ويمكن بقول لك الشوط الثاني كان مساحات كتير قوي، النادي الاهلي قدر يستغل كره عرضيه وتكمله هجوميه كويسه جدا. ما فيش احداث كتير في الشوط الثاني ايمن، بقول لك لان انا شايف من وجهه نظري ان الاداء ما اتغيرش كتير، غير بس ان انت بدنيا احسن وفي الاخر عايز تكسب، يعني لو ما ينفعش اخرج النهارده مباراه تعادل، محتاج تكسب، ومكسب حصل في اخر 10 دقائق يحسب لعيبه النادي الاهلي، هم دايما لحد اخر دقيقه او حتى الوقت بدل الضايع بيبقى دايما بيدور على مكسب. مبروك للنادي الاهلي 3 نقاط النهارده، وهارد لك للعيبه طنطا، وهارد لك للكابتن رضا. كابتن محمد، شفنا الشوط الثاني تقريبا زي ما قال الكابتن علاء، تقريبا نفس الريتم. انا عن نفسي انا بقول، ده وجهه نظري يعني، ان انا ما شفتش اداء مقنع لنادي طنطا خالص، بالعكس انا شايف ان نادي طنطا اداؤه متواضع للغايه، ولكن النادي الاهلي احنا كنا نتمنى انه يكون، يعني ان انا كنت اتمنى النتيجه تبقى اكتر من كده. وعايز اقول لك حاجه، بالرغم ان احنا بنقول ان مش ده اداء لعيبه النادي الاهلي، ولكن احنا على الاقل النهارده كان ممكن نطلع كسبانين 4-5. مظبوط. يعني انا عايز اقول لك ان الشوط الثاني احنا قلنا بين الشوطين، قلنا ان الفارق البدني هيبدا يفرق الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي، وهتلاقي ان التسيد الكامل تقريبا هيبقى في صالح النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي. الموضوع ان لاحت اكتر من فرصه، لكن لسه عايز اقول ايه، استغلال الفرص مهم جدا. الهدوء شويه في التصرف في ال 18، بادجي جات له كام واحده بدماغه، شويه برضو محتاج ان هو يعني يظبط حته ان يبقى رابط مع الناس اللي حواليه، بحيث ان ممكن يبقى في اتصالات، في كلام مع بعض، ممكن يسيبها لزميله، ممكن ياخد بوزيشن تاني، بحيث يبقى عندنا تمركزات احسن من كده. لكن في محاولات دائمه من النادي الاهلي، محاولات على طول باستمرار. النهارده شفنا علي معلول بيطلع اكتر، علي معلول كثير اكتر من محمد هاني. صح. علي معلول بذل مجهود كبير جدا الشوط الثاني، ويمكن الراجل خرجه في الدقيقه 85 عشان يريحه، او مش يريحه، يدي فرصه لمحمود وحيد. لكن علي معلول حتى في اكتر من كره جت
بذل مجهود، عمل سبرنتات كتيرة، عمل اوفرلابات كتيرة من ورا كهربا ومن ورا قفشة، وعمل كثافة كويسة جدا في حتة الشمال. والجون زي ما انت قلت، الجون جه من عرضية وكان قفشة على البعيدة عشان طبعا زي ما انت قلت ان في كرات كانت كابتن علاء قصدي هو اللي قال ان كانت الكرات بتعدي على البعيدة، بس هو قدر اهو الهدف اهو وقدر يحطها. بص السولية وباجي وكهربا مظبوط، وحسين الشحات كمان تحت ايه، تحت قفشة، يعني عندك خمس لعيبة متمركزين. يعني بص كهربا هنا خلص الكرة ودخل، بص بقى كهربا، وعندك السولية رجله ما شاء الله بس على طول. ممكن نشوفها تاني، ممكن نشوفها تاني بعد اذنك ونوقف، نشوفها تاني ونوقف، لان دي فيها حاجه انا عايز اتكلم فيها لبعد كده. احنا طالبين لقطات ماشي، يعني هنا نكمل. بص عندك قفشة نكمل. بص بقى التمركز بتاع لعيبه النادي الاهلي في الكرات العرضيه بتاعت علي معلول دي. دي تقريبا الكره الوحيده او كورتين من ضمن 7-8 كور لعبهم علي معلول، التمركز هنا صح مظبوط. هتلاقي واحد على البعيده، واحد على القريبه، واحد وراه، واحد على العارضه مظبوط. مظبوط. انا اللي عايز اقوله كمان ان عمرو السوليه بقى في المميز في الكره دي ايه، بص عمرو السوليه داخل معاهم، بقينا كويس. 5 في ال18 بس واقفين صح، ودي كثافه كويسه وتوزيعها صح، برافو عليك. فالنقطه دي اللي انا عايز اقولها ان علي معلول عمل مجهود كبير جدا، السوليه عامل مجهود كبير جدا، قفشه طبعا زي ما قال الكابتن علاء حرك الفرقه بالتغييره اللي بين الشوطين بنزول قفشه وخروج جونيور، دي حركت الملعب، عملت حركه في الملعب، عملت انسيابيه في الملعب وفي الاداء. وعادل قال ان يعني لازم يبقى فيه 10 رقم 10 لعيب رقم 10 اللي هو قفشه، وليد سليمان، صالح جمعه، حاجه من النوعيه دي تبقى موجوده عشان تبدا توزع اللعب وتنظم. النقطه اللي انا عايز كمان اقولها يعني بتميز النهارده الشوط الثاني برضو هي البحث عن الهدف باستمرار. يعني ممكن هو جه في الدقيقه 80 الهدف، ويمكن قلنا احنا هيتاخر شويه، لكن برضو لو رجعت تاني للاحصائيات هتلاقي النادي الاهلي احرز 26 هدف. انا قلت لك احرز 26 هدف في اخر ربع ساعه، اخر ربع ساعه. فاحتمالات احرازه اكتر نسبه احرازها النادي الاهلي هي 26 هدف في اخر ربع ساعه، من الدقيقه 75 للدقيقه 90. الشوط الثاني معدي طبعا، داخل في 48 هدف من اصل 66. الشوط الثاني ليه دلائل كتيره جدا، تغييرات مستر فايلر النهارده يعني كلها مركز بمركز، طلع جونيور نزل قفشه، هنتكلم على التغييرات لكن الفتره اللي انا شايف اللحية البدنيه مميزه جدا، الرغبه في الفوز لغايه ما الهدف بيجي، النادي الاهلي بيحاول، لعيبه الاهلي بتحاول على طول، عايزين يعني باستمرار يكسبوا. ما هديوش خالص، حتى بعد الهدف طنطا بدات تهاجم عشان ترجع تاني للمباراه. والنادي الاهلي لحيت له اكتر من فرصه برضو بعد الهدف، كان ممكن يجيب هدف تاني، لكن في النهايه 3 بونت مهم يعني بياكدوا صداره الاهلي. الارقام القياسيه زي ما انت قلت قبل الاستوديو، ومبروك للنادي الاهلي، ومبروك للجهاز الفني واللعيبه، هارد لك طبعا لفرقه طنطا زي ما انت قلت، يعني مستوى متواضع، بيحاولوا يبذلوا مجهود، بيحاولوا ان هم يطلعوا بالكوره حسب امكانياتهم وحسب عمره ما يقدر يجاريك. لا مش هيجاريك طبعا، عمره ما يقدر يجاريك، لكن هو على حسب امكانياتهم. وحاولوا هم حاولوا برضو باكتر من محاوله، لكن يعني يمكن في كره اخيره للراجل عكسها الناحيه الثانيه اللي اتعور فيها رامي ربيعة، دي خطر جدا يعني. ولازم كان يتمركز فيها محمود وحيد، الكره دي لو متشاله خفيف شويه على راس لاعب طنطا كانت. كابتن عادل، شفنا مساحات كتير جدا في الملعب خاليه، لدرجه ان يعني طنطا الشوط الثاني مش طمعت شويه، ولكن ابتدت تمسك كوره شويه، بتحاول تروح للنادي الاهلي شويه. احنا كان عندنا مساحات كتير جدا نلعب فيها، خصوصا ناحيه علي معلول. ممكن فعلا زي ما قال الكابتن محمد يوسف النهارده، علي معلول عمل شغل جامد جدا من ناحيه الشمال، ولكن التمركز كان من عندنا يعني برده في بعض الاخطاء، خصوصا في الناحيه الهجوميه، ولكن مساحات كبيره قوي، ويمكن تاني او تالت ماتش على التوالي. الشوط الاول والشوط الثاني كان فيه مساحات كتيره في اماكن مهمه في الملعب. صح. الاماكن دي الاطراف ناحيه علي وناحيه هاني، برده الشوط الاول جات له كورتين في اماكن كويسه. النقطه بتاعت رقم 10 نقطه مهمه جدا جدا جدا. والشوط الثاني حتى لما قفشه نزل كان فيه تضارب في المهام، بمعنى رقم 10 ده لازم يكون هو المسيطر على الملعب، بمعنى
ان رقم 10 هو اللي بيقدر يخلق لنفسه اماكن جوه الملعب ان هو يبقى هو اللي بيدير المباراه. الشوط الثاني كهربا شخصيته طاغت على شخصيه قفشه، ان كهربا على طول تحت قفشه، بقى الاثنين في تضارب بينهم. بدل ما قفشه هو اللي يصنع اللعب الكهربا الاسرع اللي هو ممكن يعمل دبل باص وياخد كره في مساحه، بقى كهربا هو اللي بينزل وبيعمل كور مع قفشه اللي هو المفروض ان قفشه هو اللي يشتغل معاه، يبقى في بيعكسه الدور ده. صحيح. الدور ده ممكن يكون مش مترتب، ولكن هو جه كده، ولكن ده دور ان لازم حد جوه الملعب يبقى مسيطر. ايوه. بعيد عن المدرب. ايوه. المدرب طبعا المفروض يعني المفروض يبقى من بره في حاجات زي دي، ان انت لازم اللعيبه الاسرع يبقى قريب من المنطقه ال 30 40 متر قدام، بالذات الناس اللي تحت راس الحربه. طالما عندي رقم 10 او عندي رقم لعيب بالاثنين الارتكاز بيعرف بصير كويس، مش لازم حد يجي تاني. طب انا ليه بلعب باثنين راس حربه طالما في بنزل النزله دي كلها؟ أيوة. الوينج كمان هينزل معايا. انا لما استغنيت عن 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 جونيور بين شوطين وقفشه نزل، ما ادكش برده الشكل اللي هو ادى شكل، يعني ادى 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 مكان كويس في الملعب. ايوه. وبقى في زياده ان الكره بتقف سنه صغيره في صح. جزء من اماكن الملعب، ولكن بقى في تضارب، بقى قفشه هو اللي قدام اللي فوق، هو اللي تحت بادجي وكهربا هو اللي بينزل تحت. أيوة. يعني لو جبت فيه كذا كوره الكهربا، حوالي 6 او 7 كور كهربا بينزل يحضر تحت. مزبوط. وده مش دوره، ده مش صح. دور كهربا. وانا شايف ان ميزه كهربا في الثلث الاخير، كهربا من اميز اللعيبه اللي في مصر في الثلث الاخير، اذا كان واحد على واحد او اذا كان حاجات فيها دبل باص او اذا كان حاجات في ظهر الديفنس، من اللعيبه المميزه جدا. صح. ومهم جدا ان يكون عندي اللعيبه بتاعتي، يبقى انا عارف المهام بتاعتهم ايه. وانا عارف ان احسن اماكن بيادوا فيها ايه. دي حاجه مهمه جدا، زي المساكين ممكن يبقى عندك واحد لعيب كويس جدا بس ما بعرفش يلعب ناحيه اليمين مثلا. فهي دي برضو تضارب، يعني ممكن تقول لك ما هو مكانه في تحت راس الحربه بس ما بيأديش المهمه اللي انت عايزها. الوظيفه اللي انت عايزها ايه؟ انا الراجل رقم 10 هو اللي بيمسك الكوره، بيعمل الحاجات القطريه او الحاجات البينيه للعيبه الناس اللي قدامه السريعه. المدرب يقوم يتكلم؟ ما انا قلت الاثنين، انا قلت لازم من جوه الملعب، لازم من جوه الملعب. من جوه الملعب انت قلت كهربا فرض شخصيته على محمد مجدي. بالظبط. ولو دي الطبيعه عادل اللي انت حاجه ثانيه قلتها ايه؟ المدير الفني هو اكيد اتكلم. ما هو الاثنين بقى، هما الاثنين لازم اللعيب يبقى ليه دور ان هو اللي يقود ده. كويس. وجزء من برضه ممكن يكون في توجيه من بره الملعب، ممكن يكون دلوقتي التوجيه قليل عشان مثلا سايب اللعيبه، عايز اللعيبه تلعب بريحيه شويه، عايز اللعيبه تطلع احسن حاجه عندها. وارد، ده وارد، ودي مدارس. خد بالك، في مدرب بيبقى يشوف الغلطه في وقتها بيتكلم فيها. أيوة. ومدرب تاني يقول لك لا، ادخل اوضه اللبس اتكلم. أيوة. في الغلطه زي ما انا عايز. أيوة. دي مدارس. أيوة. تانيه خلاص من التدريب. أيوة. وفي واحد تاني يقول لك ما اديش تعليمات والمباراه شغاله كتير عشان ما اخدش من تركيز اللاعب، او ان انا ما اخرجوش بره تركيزه. كويس. كلها مدارس. كويس. وكل واحد عارف لعيبته، وكل ماشي. واحد عنده شخصيه يقدر يوصل بيها المعلومه اللي هو عايزها. كويس. بس فدي نقطه ماشي. من النقط المهمه جدا. ماشي. كويس. او انت اتكلمت على حته محمد مجدي قفشه وكابتن علاء ميهوب اتكلم عليها قبل كده، وقال برضو حته التضارب بين الكهرباء ومحمد مجدي قفشه في اللي انت قلتها، يمكن دي شفناها في الاخر شويه، يعني اخر ربع ساعه مثلا كان كهرباء بيسقط كتير جدا لحد نص الملعب. ولكن اللي عايز اتكلم فيه ان في اوقات كتير جدا من المباراه بتلاقي النادي الاهلي رتمه عالي لمده مثلا دقيقه او دقيقتين وينزل تاني. لا، بينزل ايه بقى؟ ده بينزل مثلا ممكن نقعد 10 دقايق او ربع ساعه، الريتم نزل جامد. ما دي ليها علاقه، لازم. نعم. في لعيبه استمراريه وقعده اتكلم في لعيبه لازم جوه الملعب هي اللي بتدير ده. دي شخصيه لاعب، مش بتاعت مدرب، مع احترامي يعني. وما ينفعش يبقى النادي الاهلي لازم يكون في حد جوه الملعب بيدير. لازم طول الوقت واحد بيحمس اللعيبه، قائد قصدي، قائد، واحد هو اللي بيحمس اللعيبه. ده دور. عارف دور تاني ان هو يشتغل بالكوره. مين اللي بيعمل كده في النادي الاهلي دلوقتي؟ الشناوي. وما ينفعش الشناوي باخر واحد في الملعب هو اللي يوجه الناس بعيد مسافه كبيره جدا. لازم واحد كمان ممكن يكون في توجيه بالكوره. خد بالك، في لعيبه اللعيب بالذات، لعيب صانع اللعب. صانع اللعب ده بيمسك كوره بيجبرك انك تجري. انت هتجري، انت لازم تجري. لو وهو اللي بيحدد ساعتها في كذا اوبشن قدامه في الملعب بيشتغل عليه. لكن لو انت ما قدرتش كلاعب رقم 10 انك تفرض ده، لعيب رقم 10 ده اهم واحد، هو اللي بيفرض ريتم المباراه كلها. أيوة. حتى لو الفريق عايز تهاجم وهو شايف ان الفريق ما ينفعش تهاجم دلوقتي، لا، يوقف اللعب. أيوة. يعطل اللعب. أيوة. في حاجات هو اللي بيديرها جوه الملعب. ودي زي ما اتفقنا، لو مش موجوده او احنا مش عارفين نخلقها، ممكن بتيجي برده من الخطوط بره. فدي نقطه محتاجه وقت. وبرده خلينا برده نتكلم في حته مهمه، ان في
اللعيبه في جزء من اللعيبه ما وصلوش للتوب فورم بتاعهم. صحيح. وانت لو ما توصلش التوب فورم بتاعك بتبقى مركز مع نفسك بس. اه اللعيب القائد لو هو اقل واحد في الملعب فنيا بس بيعرف يوجه ما عندوش مشكله، بيعوض الجزء بتاع ان هو غير موفق بتوجيهه، ودي خلي بالك موجوده عند حسام غالي قبل كده. عن لعيبه كتير هي عامه بتبقى ملكه يا عادل. ملك طبعًا. ما انا قصدي كده طبعا. يعني هي ملكه في البني ادم، البني ادم نفسه في يعني في واحد بيلعب بس ما بيتكلمش. صح. زي ما كان عادل بيتكلم هو مؤثر بس ما بيتكلمش. حسام عاشور مثلا بس لا حسام ما كانش، حسام كان مدافع لو يقطع يتكلم. بس ما كانش بيتكلم، لكن كان بيعمل المهمه بتاعته اللي هي يا دوب بيعملها. بالزبط. انت بتتكلم على واحد ايمن مؤثر، كان بيتكلم عليه عادي دلوقتي اللي هو في نص الملعب ده الراجل اللي مؤثر في فرقتك في كل حاجه. أيوة. في الشكل، في الاداء، في كل حاجه. بس لازم صوته ده يتسمع للناس كلها. صحيح. يعني ممكن يكون بيتكلم، يعني انا بقول لك ممكن يكون بيتكلم كمان اكتر ما هو بيلعب وكده، لكن أيوة. كلامه وجوده انا دايما بقول ايه، مدير فني موجود في الملعب. أيوة. هو ده مش موجود يا كابتن علاء. ما انا بقول لك هاني، ما انا بقول مش لا اصل انا لسه هقول لعادل حاجه كنت عايز اقول له، طب هو مين عندنا في الملكه دي؟ هو كابتن الشناوي. لا في لعيبه كتير ممكن تعمل ده، في خد بالك برده حاليا حاليا في لعيبه كتير في الملعب تقدر تعمل. يعني رامي ربيع يعملها، سوليا ممكن يعمل ده. لا سوليا يعملها، سوليا هادي جدا. وليد لا، طب وليد لو بدا يعني في حاجات الوحيد اللي عشان دايما بتنحر وكده اللي ممكن يتكلم في الحاجات دي وليد سليمان. وليد مش موجود. وليد الوحيد لما بيبقى جوه الملعب بتعرف ان في حد في حاجه شخصية مسيطرة على حاجه. في حاجه كابتن علاء معلش، ودي مش سهله، دي بتاخد وقت كبير جدا. أي. مع الفرقه يعني وليد ممكن يوصل لك ان هو حته الروح يا كابتن ايمن او حته الحميه دي من غير ما يزعق بمجهوده في الملعب. أيوه. يعني بالتحاماته باصراره ان هو مثلا يعني زي جول مش عارف جول الماتش اللي قبل اللي فات. أيوه. اللي زحلق. أيوه. فيه وخدها، الحاجات دي بتجبر اللعيب. أيوه. اللي جنبك. بص يعني احنا فتحنا مناقشه ليه وقعدنا نتكلم فيها طبعا، يعني مهمه يا كابتن، حاجه مهمه جدا. لا انت مش في حال مباراه النهارده. انت بتبص على النهارده، بص على اللي جاي. النهارده الموضوع منتهي، الدوري ده منتهي من زمان. انت دايما بتبص للي جاي، اللي جاي دايما اصعب، وانت عايز توصل لمرحله تبقى انت الاحسن في كل حاجه. يعني النهارده يكفي النهارده موضوع رامي، ربنا يستر حته اصابته دي ان هو بعد عنك كده كمان على افريقيا، فدي برده اصابه مؤثره النهارده. يعني اسوء حاجه في المباراه النهارده اصابه رامي طبعا، لكن في حاجات كويسه كتير قوي كويسه. صح. يعني كهربا بدا يلعب والشحات نزل، لكن احنا دايما حتى ما بنتكلم الاسلوب حتى مش اسلوب نقد كشخص او بني ادم، دايما بنوصل. يعني عادل بيتكلم في نقطه مهمه جدا، يوسف بيتكلم في نقطه مهمه، انت بتتكلم وايمن لما بنتكلم دايما احنا عايزين دايما النادي الاهلي. صح. في الشكل الصح، في الشكل الحلو قوي، عشان لما تخش في المباريات الصعبه او بقى التوقيتات الصعبه يبقى انت ما عندكش مشكله. صح. انت جنب قدام اي تحدي ما عندكش مشكله. ما انت خلي بالك كل الفرق، انت بتتكلم على التوقيتات الصعبه دي كمان 20 يوم. ما انا بقول لك يا ايمن، هو كل الفرق يا ايمن يعني في الدوري او حتى في افريقيا هي عامله حساب ليك مليون في الميه طبعا. فانت عشان احنا دايما بنتكلم انت عايز توصل لاحسن حاله ليها في النادي الاهلي. عشان كده مش مهم ماتشات الدوري، ممكن تغلط حاجات دي يعني تعدي، لكن احنا عايزين دايما الحاجه الاحسن بعيد عن حته انت بتنقد او ما بتنقدش خالص. لا احنا عايزين يعني نوصل لماتش الوداد واحنا في احسن حاله. انت عايز توصل للفورمه اللي انت بتتمناها. بالزبط. اللي احنا كلنا كده قاعدين بنتمنى، كل واحد بيتخيل النادي الاهلي في الشكل اللي هو عايزه. وخلي بالك الجمهور عايز كده برضه طبعا. اكيد. ما انت يا ايمن كل المباريات دي وبنتكلم في الاستوديو هنا، الجمهور بيتخيل الشكل عايزك لما توصل لمباراه الوداد بقى انت في احسن حاله. صح. حاله بدنيه ما فيهاش مشكله، ويوسف اتكلم عليها طبعا هايل، ما فيش مشكله الحاله بدنيه. مزبوط. حاله فنيه، حاله الفريق كله كجمعيه، حالتك الفرديه، ما هي دي كلها، هي دي كلها المباراه. مزبوط. جمعيه وفرديه، وانت حالتك عامله ازاي وبتوصل لمباراه مهمه اللي الناس كلها مستنياها، انت وصلت لايه؟ هو ده اللي احنا عايزينه ان شاء الله، توصل مباراه الوداد ان شاء الله يا رب على خير في احسن حاله بدنيه وفنيه ليك انت ومعنويا كمان. طبعا معنويا. كابتن هاني شفنا زي ما قلنا ان طبعا احنا كنا عارفين ان النادي الاهلي بيعتمد دايما على الكور الجانبيه خصوصا من ناحيه اليمين وناحيه الشمال. يمكن محمد هاني النهارده كان دوره الدفاعي اكتر من دور الهجوم. علي معلول عمل اداء هجومي بصراحه ولا اروع، ولكن عدم التفاهم وعدم التمركز ادى يمكن من اول دقيقه. صح. او من اول دقيقه بتاع الكهرباء بالظبط، ما عرفش يوقفها. بالظبط. لا والكره اللي بالهيد بس دي كانت من ناحيه اليمين. يعني انا عن نفسي يعني كان نفسي النهارده النادي الاهلي يكسب 4-5. كلنا كابتن كنا متوقعين كده، يعني كلنا كنا متوقعين ان الماتش النهارده يعني يبقى فيه سكور للنادي الاهلي. يعني. لكن في النهارده في حاجات من السلبيات بصراحه، انهاء الهجمات.
عدم التركيز النهارده في النهايه الهجمات، والمشكله ان هي من اكثر لاعب، يعني مش من لاعب واحد، لا ده من كذا لعيب. حتى بادجي لما نزل جاله برده واحده او اثنين ما عرفش يستغلهم كويس، دي مشكله فعلا. لكن الايجابيات النهارده ان فعلا زي ما حضرتك قلت العرضيات النهارده علي معلول عمل عرضيات كتير جدا، والميزه كمان ان هي يعني في اثنين او ثلاثه راحوا للعيب ما بتعملش وخلاص، في كم واحده عملها المفروض ان هو كان يعملها لتحت شويه، وفي واحده حتى اتكلمت انا والكابتن عليها فيها كان ممكن يحطها في الجول اللي هي لعبها بالعرض اللي كان لازم يلعبها لتحت شويه. فدي من الحاجات المميزه النهارده العرضيات، مع اننا كنا يعني الحاجات دي كنا بنستناها لما بنلعب باثنين سترايكر، النهارده بنلعب يعني تقريبا بواحد، لان كهربا كان بينزل كتير زي ما الكابتن عادل قال. لكن النهارده في مشكله في استغلال الفرص في ال 18، لازم يبقى في تركيز اكتر من كده، لان ماتش الوداد مش هيستحمل، مش هيجي لك فرص بالكم ده، لازم يبقى في يعني تركيز اكتر من كده، لان الماتشات دي يا كابتن ايمن انت على فكره انت عندك ماتشات، احنا اتكلمنا حتى في البريك، عندك المقاولين وعندك انبي وعندك بيراميدز، ماتشات تقيله يا كابتن علاء، لازم تبقى جاهز فيها 100%، لان النهارده دي هتجهزك كمان بالظبط وتجهزك انك تخش فيها في مواقف طبعا ما تعرضتش ليها اكيد مع اي فرقه ثانيه. بالظبط. بس بمناسبه التجهيز وحته ان الماتشات دي هتجهزك، انا عايز اتكلم في حاجه معينه ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل. مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا بنتكلم كابتن يوسف على الايجابيات النهارده. انا شايف من ضمن الايجابيات حسين الشحات الشوط الثاني يمكن بدا كويس، بس تحس ان في لسه قلق او خوف شويه، يعني خايف على رجله. الملعب انا حاسس ان كان فيه الميه كتير قوي، كان فيه زحلقه كتير جدا في الملعب، فممكن يكون كان كاشش شويه، انما بدا كويس قوي، عمل كوره القفشه حلوه قوي في بدايه الشوط الثاني، كوره رائعه طبعا. وجود كهربا من بدايه المباراه برده هو كان مؤثر هجوميا كويس قوي، لحد ما ابتدى الشوط الثاني بقى ينزل كتير نص الملعب، ودخول محمود وحيد كمان، كل دي ايجابيات طبعا. يعني من الايجابيات النهارده كهربا بيلعب 90 دقيقه صح، يمكن الراجل صبر عليه برده الماتش اللي فات، قدر يحرز هدف الثاني متاخر شويه، ودي حاجه كويسه برده انه 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 يعني انه فايلر بيدي فرصه لكهربا. النهارده من فتره طويله جدا كهربا يمكن يعني ما لعبش 90 دقيقه، النهارده لعب. حسين كمان زي ما انت قلت انا متفق معاك، خد النهارده وقت يمكن اكتر شويه من المباراه اللي فاتت، في نفس الوقت كل ما هياخد يعني وقت في رجله هتبدا تيجي، احساسه بالمباريات النهارده عمل لعبه حلوه جدا، عمل لعبه الاسيست اللي عمله القفشه وشال الكوره في المساحه الضيقه دي طبعا. فحسين من اللعيبه المميزه، من اللعيبه اللي هي تقدر تصنع الفارق، لعيب بيعرف يجيب جون، بيعرف يصنع جون، عنده كمان الشغل اللي حوالين ال 18، بيقدر يخش للداخل عشان يفضي لك المساحه اللي بره دي اللي يقدر محمد هاني يطلع فيها. فعنده كمان حسين من اللعيبه اللي تقدر تلعب في الثلاث اماكن اللي فوق، يعني ممكن يلعب ناحيه الشمال، ممكن يلعب 10، ممكن يلعب ناحيه اليمين. فدي برده ميزه من المميزات تخليك ان انت وانت هو موجود في الملعب تجهزه، وممكن مع جهزانه ده تبدا تستفيد منه في حاجات ثانيه. عارف كمان ممكن تستفيد منه ايه؟ ممكن تستفيد منه انه يلعب باك رايت، حسين ممكن يلعب ناحيه اليمين، فاهم قصدي؟ لو انت بتلعب بثلاثه ممكن وارد في وقت من الاوقات انت مش عايز تغير حد قدام، عايز تسيب الناس اللي هي عندها فرص للهجوم، فممكن اجيبه يعني تطلع باك رايت وتروح حاطه مثلا، فاهم قصدي؟ وتلعب بثلاثه ورا، ويبقى حسين طرف يمين وعلي معلول طرف شمال، تغير طريقتك يعني. فحسين لازم هو وكهربا من الايجابيات النهارده ان هم ماشيين في طريق الجهزان، يمكن كهربا سابق شويه، كهربا سابق شويه لانه يعني حسين راجع من اصابه من العمليه اللي عملها، لكن كهربا كان بيتمرن وكان شغال وبدا ياخد. هل ممكن ياخد اكتر الماتشات اللي جايه؟ اعتقد لازم حسين يزيد جرعاته، لازم يزيد من المباراه الاخرى، عشان هيبقى ورقه من الورق القوي جدا معاك في مباراه الوداد. فلازم فايلر يبقى عامل حساباته على كده، عامل حساباته ان عنده احمد الشيخ، عنده جونيور، عنده كهربا، عنده وليد سليمان، عنده حسين الشحات، عنده جيرالدو، الست لعيبه دول وقفشه السابع بتاعهم، كل الاوراق دي، مروان وبادجي فوق، الاوراق دي كلها لازم تبقى جاهزه، عشان هو وهو بيختار ما يبقاش
عنده عدد محدود يعني. بس الحاجه كمان المميزه النهارده اهي الكره دي كورنر دي اللي عملها حسين مش كده؟ دي الكره اللي عملها حسين الشحات. بص عملها حلو قوي وراح شايلها في ظهر في ظهر احمد فهمي بس سوري اسف في ظهر محمد الشاذلي مميز جدا. كان قفشه يحطها في الزاويه البعيده طبعا يعني اعتقد دي لو معالي معلول تيجي في الزاويه البعيده وقفشه برده لعيب كويس يعني لا طبعا من اللعيبه اللي عندها احساس يعرف يعني يجيب جون كويس قوي فهي بس بدلك قصدي عشان جت بشمال بدلك فيها يعني لكن سملها حلو فعلا حسين شحاته والنقطه كمان انه شايف بص يعني شايف بص الناس قوي. في ظهر الدفاع كله وراح حاطط صحيح. النقطه كمان يعني مضايقاني انا شويه النهارده هي اصابه رامي طبعا يعني دي اكبر خساره النهارده يمكن طبعاً. مفيش خسائر خالص النهارده غير اصابه رامي في وقت يعني ان شاء الله تطلع الحاجه الاصابه دي بسيطه يا رب لان برضو رامي مع وجود ياسر مع وجود ايمن الثلاثي الدفاعي ده مهم جدا يبقى سليم ويبقى كلهم فت وكلهم في حاله بدنيه وفنيه كويسه جدا فنتمنى ان شاء الله ان الاصابه تبقى خفيفه تاخد لها يمكن مثلا 3 4 ايام ولا اسبوع بالكثير ويرجع تاني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. هنروح لمراسلنا شريف شعبان من ملعب مباراه ولقاء مع كابتن سامي قمصان. تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدينا فوز النادي الاهلي اليوم على طنطا بهدف مقابل لا شيء مع مدرب النادي الاهلي كابتن سامي قمصان. بقول لك مليون مبروك فوز مهم والمكاسب النهارده كتيره. عوده كهربا بيلعب 90 دقيقه ما شاء الله كمان حسين شحاب بياخد نسبه كبيره النهارده. الاثنين دول هيفرقوا معانا الفترات القادمه طبعا مع الفوز المهم النهارده امام فريق طنطا. طبعا زي ما انت قلت طبعا مبروك للنادي الاهلي مبروك لجمهور النادي الاهلي ماتش اهميته طبعا انت تكسب 3 نقاط وده كان اهم حاجه وكان اهم هدف لينا اللي احنا نكسب النهارده. احنا مجهدين بدنيا اللعيبه مجهده بدنيا زي ما انت قلت عندنا برضو زي ما انت قلت مكاسب كبيره الحمد لله غير اللي انت كسبت النهارده الحمد لله. عوده حسين الشحات وكهربا بيلعب 90 دقيقه النهارده برضو قفشه الحمد لله بيخش برضو فترات ويرجع كان خدت فتره راحه كويسه وحيد برضو نفس القصه فاعتقد الحمد لله مكاسب كبيره. انا عارف الاداء مش مرضي قوي يعني لكن المهم في الماتشات ديت اللي انت تكسب. يمكن في الاول بدانا المباراه كان عندنا فرص ما قدرناش نستغلها وانت عارف الماتشات ديت لما كل ما الماتش بيطول بيبقى عندهم دوافع اكبر بيقاتلوا اكتر على الكوره يعني لكن الحمد لله الاهم اللي احنا نكسب وده الهدف اللي احنا كنا بنسعى له. مبروك شكرا مستمرين معاك كابتن ايمن وضيوفك معي مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا ببارك له على مباراه اليوم. كابتن سيد ببارك لك النهارده على الفوز على طنطا والمكاسب النهارده كانت كتيره في عوده قفشه عوده الشحات عوده كهربا يلعب 90 دقيقه النهارده مكاسب مباراه النهارده كبيره مع الفوز كمان. يعني الحمد لله طبعا يعني في الاول والاخر هي مباراه بتبقى بعد حسم اللقب يعني بتبقى مهم جدا ان انت تعديها بشكل كويس سواء كان فوز او عدم اصابات النهارده. رامين يعني بنفتقده او بيجي له اصابه هنشوف في الاشعه هتقول ايه بكره لكن الحمد لله على كل شيء. يعني يهمنا جدا ان احنا حالتنا الفنيه تبقى تدريجيه على مستوى عالي لحد ما نوصل لمباراه الوداد. النهارده كهربا بادي بشكل كويس حسين كمان النهارده انا مبسوط الحمد لله 4-4 الى حد كبير مقبول يعني فان شاء الله الرحمن اللي جاي يبقى احسن باذن الله. اتفرجتوا على مباراه الوداد والرجاء حضرتك والكابتن سامي قمصان والكابتن احمد سليمان رايك ايه في الفرقتين؟ بص طبعا هي مباراة كانت الاثنين كانوا قلقانين من بعض بشكل كبير قوي بحكم الترتيب هناك في الجدول يعني لكن خلينا الجزء اللي خصنا يعني مش مباراة الوداد بس مع الرجاء مباراة حتى المباراة اللي قبليها يعني لسه عندهم ماتشين ثلاثة قبل مباراتنا يعني ان شاء الله الرحمن نجمع عندهم معلومات كويسة ونحضر بشكل كويس ويا رب يكون التوفيق معانا بإذن الله. عندنا بكرة في تمرين الساعة 11 وعندنا كمان مباراة يوم الأربعاء مع ترسانة في كأس مصر. الأهلي طبعا بيخش كل البطولات الهدف الحصول على هذه البطولة كمان أيضا ضغط وتوالي مباريات ولكن هو عاد النادي الأهلي يلعب على كل بطولة. يعني طبعا هي مباراة بدوافع مختلفة مباراة الكأس دي مفاجأتها بتبقى مش ظريفة خالص يعني بغض النظر عن ترتيب الفرقتين أو المستوى الفني اللي ما بين الاتنين في العالم كل مباراة الكأس بتبقى مليئة بالمفاجآت مش عايزين نفاجئ بحاجة أو نفاجأ بحاجة مش ظريفة يعني نحضرها بشكل كويس أيا كان اللي هيلعب. يعني عندنا طبعا الماتش الجاي عمرو سليم مش موجود إنذارات 3 إنذارات عندنا كمان أيمن أشرف 3 إنذارات عندنا رامي ربيعة يبقى غايب لكن هيرجع لنا احمد فتحي ووليد ان شاء الله الرحمن ربنا يكرم باذن الله ونعديها باذن الله. مبروك
نعم مليون مبروك. الله يخليك، شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ. تابعنا المؤتمر الصحفي قبل هذه اللقاءات، يمكن فايلر اتكلم في المؤتمر الصحفي في عده نقاط. يمكن بدا المؤتمر الصحفي مراقب مباراه، قال مش هنتكلم يا جماعه غير على المؤتمر الصحفي فقط، مش هنتكلم عن مباراه الاهلي وطنطا، مش هنخرج بره هذه الاحداث. يمكن اول سؤال اتسال لفايلر عن مباراه الوداد والرجاء المغربي، الراجل قال انا متحفظ، طبعا اتفرجت على المباراه ولكن متحفظ في ردي اللي انا اتكلم فيه في المؤتمر، ولكن هناقشه فقط في مع الجهاز الفني. اتكلم عن مباراة طنطا وعن تأخر الهدف وان الاهلي ما كانش اداؤه كويس لحد ما، قال بالعكس احنا بدأنا بداية كويسة وضيعنا 5 اهداف وكان يهمني افوز اليوم في هذه المباراة. اتكلم النهاردة كمان عن اتسأل سؤال جاهز بنسبة قد ايه لمباراة الوداد المغربي، قال مش هقدر اتكلم بنسبه قد ايه، ناقص لسه 4 اسابيع فما تكلمنيش على حاجه بعد 4 اسابيع. اتسال ايضا النهارده في المؤتمر من احسن لاعب النهارده في او احسن لاعب في الموسم كله مع النادي الاهلي، الراجل قال لك الفريق كله عندي نجوم، ما عنديش حاجه اسمها النجم الاوحد، الفريق كله نجوم. اتكلموا النهارده برضو عن عرض البلجيكي اللي اتكلم فيه الصحف والسوشيال ميديا الفتره الاخيره، فرد الراجل قال لك انتوا دخلتوا جوه دماغي عشان تعرفوا انا عندي عروض ولا ما عنديش عروض، انا مركز مع النادي الاهلي، مركز مع مباراة اليوم، فما تكلمونيش عن عروض، ما تكلمونيش عن رحيل، ما تكلمونيش عن أي حاجة خالص، كلموني فقط عن النادي الأهلي. اتكلم أيضا عن إراحة أحمد فتحي وإن وليد سليمان شعر بإصابة خفيفة ففضل إراحته، ورامي ربيعة اتكلم في نهاية المؤتمر إن عنده إصابة هيتعمل له أشعة وهنشوف مدى حجم الإصابة، بس هي إصابة عضلية. واتكلم بكرة كمان إن بكرة هيكون التمرين الساعة 11 صباحا. دي كانت كل كواليس المؤتمر النهاردة مع فايلر طبعا اللي ترجمها الدكتور عمرو محب. دي كانت لقاءات مع الكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره وكل الكواليس اللي كانت في المؤتمر الصحفي. عوده ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان. كابتن عادل، بالنسبه للتغييرات النهارده، طبعا الماتش 1-0 للاسف من ضمن خسائر زي ما قلنا النهارده اصابه رامي ربيعه، يمكن الماتش الجاي كمان في غياب لعمرو السوليه 3 انذارات وغياب كمان لايمن اشرف 3 انذارات. انا مش عارفين مين اللي هيلعب جنب ياسر ابراهيم، هتبقى في مشكله مع بس ما اعرفش مين بالظبط، ولكن هنتكلم الاول على التغييرات وبعدين نتكلم على البدائل. تغييرات: نزول مجدي قفشه بدلا من اجايه في الدقيقه 46، نزول بادجي بدلا من مروان محسن في الدقيقه 57، ونزول اليو ديانج بدلا من حمدي فتحي برضه في الدقيقه 57، نزول حسين الشحات بدلا من احمد الشيخ في الدقيقه 67، ونزول محمود وحيد بدلا من علي معلول في الدقيقه 85. تغييرات مناسبة في أوقاتها ولا في تغييرات كان ممكن تبقى بدري عن كده شوية؟ تغييرات قفشة في وقتها وكسبت بيها وقت برضو في التغييرات بتاعتك في عشان 3 توقفات. تغيير بادجي برضو، يعني التوقيتات التغييرات كلها ليها علاقة بالتوقيت شوية. إن كل لعيب يلعب وقت قد إيه في المباراة. كويس. علي معلول برضه نفس الشيء، كان ممكن يبقى بدري كمان شويه بس بعد الهدف على طول. بس التغييرات منطقيه. منطقي. بص يا كابتن ايمن، دلوقتي الوقت اللي انت فيه اي حاجه هتتعمل ممكن يبقى ليها ترتيبه. كويس. زي ما اتفقنا. كويس. يعني ما ينفعش النهارده تقول في حاجه مش منطقيه. بالظبط. انت خلصت بطوله الدوري، ما انا عايز اتكلم فيها. خلصت بطوله الدوري وعندك حاجه بتحضر لها، فوارد انا كوجهه نظري ان انا اشتغل على حاجه ثانيه. كويس. فاي حاجه هعملها هي لو مش منطقيه بالنسبه لي انا كمحلل او كمشاهد، ممكن تكون منطقيه بالنسبه للمدرب ان هو عارف لعيبته بتدور فين وعارف اللعيبه مستوياتها عامله ازاي وشكلها عامل ازاي. التغييرات ممكن تدي شكل كويس، ممكن تديك انطباع شكل كويس بان هي اثمرت ولا لا. تغييرات ممكن ما تثمرش بحاجه، فهديك كوره لما تيجي تعمل تغييرات بيبقى عندك اتجاهين، يا اما التغييرات دي بتفيدك جدا يا اما التغييرات بتفضل مستوى زي ما هو ما بيتغيرش الشكل. ف التغييرات على حسب التحليل، يعني على حسب انت عايز توديها لغايه فين، ولكن انت دلوقتي بتشتغل لحاجه تانية فعايز تجرب لعيبه. كويس. ممكن تلعب لعيبه في مكان مش مكانها، وارد. كويس. ولكن اللي يخدم مصلحه الفريق. كويس. انا ممكن اغير مكان لعيب، بس هل هو هيخدم مصلحه الفريق ولا لا؟ وقت ممكن العب علي ومحمود وحيد، هاني وفتحي، ايا كان بقى ايه الشكل، ولكن ما تقدرش دلوقتي الفتره دي ما تقدرش تقول فيها ان في حاجات مش منطقيه. هو دلوقتي خلاص في حاجه انتهت وفي وقت دلوقتي التجهيز، بتاخد اوقات معينه من المباراه، في لعيب بياخد 60 دقيقه، لعيب بياخد 90 دقيقه، بياخد ربع ساعه، بياخد تدريجي، فده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي جدا.
ان احنا نشتغل بقى على اللي جاي. انك هيجي لك موقف، يعني جالك موقف زي المباراه اللي جايه عندك، عندك ياسر بس رامي مش موجود، ايمن اشرف مش موجود، هتشتغل ازاي؟ مفيش حد موجود، ومحمود واعتقد ومتولي مصاب، وسعد مصاب، في حاجه مش موجود. ممكن يدخل الماتش الجاي احمد فتحي يلعب في الحته دي، وارد، وممكن يبقى يخلق لك فكره ثانيه جديده، بس يعني كنت ممكن تخلقها بقى، بس ايمن مش موجود فيها. ان وممكن تبقى لو السوليه كان موجود ممكن تلعب حمدي، ممكن تلعب قفشه 8 وتلعب حمدي هو اللي تحت، وتلعب قفشه جنب ديانج. في مليون في كذا حاجه تقدر دلوقتي وقت التجربه، دلوقتي وقت انت تجرب. وعايز اقول ان الاهلي، مش هقول هو طبعا اصابه رابي ربيعه محزنه ان انت في الوقت ده فيها خساره وحاجه محزنه، ولكن احيانا بيجي لك مواقف بتخليك تبني حاجات تانية، بتنور لك حاجات تانية مش موجوده. يعني كابتن يوسف اتكلم في نقطه اللي ممكن احتاج حسين في 3، ايوه حسين في 3 دي ممكن ابقى انا محتاجه ان انا امن كويس، وعندي 2 وينج باك يشتغلوا بشكل كويس بشكل هجومي، واستفاد براسات حربه، واستفاد بناس تحت راس حربه لو انا بلغي رقم 10. وارد وارد انت في مباراه توصل لمباراه الوداد ما عندكش الاماكن الاثنين سنتر باك فيهم مشكله، عندك مثلا حد مصاب، وارد انك بدل ما تلعب بواحد باثنين بس تلعب بثلاث، وارد. ليه لا؟ كل شيء وارد. والفتره الجايه في حاجات بتنور لك، في حاجات بتبقى فيها صعوبه بس بتخلق لك بتخلق لك شكل جديد. انا دلوقتي ممكن الاثنين بيبقى عندي مثلا مشكله في الاثنين في المساحات اللي في خط اللي ما بين الخطوط اللي في خط الظهر، وارد. أيوة. ان انا ليه لا ما ممكن افكر في حاجه ثانيه، ودي ما اسمهاش تغيير طريقه في وسط الموسم، عشان بس ما حدش يجي يقول لا ما فيهاش تغيير طريقه في وسط الموسم. ولكن فيها حمايه، لا في غير حمايه، فيها مخاطره في بعض الاحيان لما تكون انت مش متدرب او مش معود اللعيبه على اللعب بالاسلوب دوت، وتيجي ماتش مصيري زي دوت تلعب بالاسلوب اللي انت بتتكلم. لو انا هلعب بيوم الماتش، لو انا يوم المباراه قبل المباراه بيوم جيت عملتها، فانا قصدي ايه؟ انك في حاجات بتنور لك، انت عندك وقت كافي انك تشوف ده كويس. الناس اللي موجوده عندك، هل الرباعي اللي هتلعب بيه المباراه انت احنا بنتكلم عشان نوصل لاحسن حاجه للنادي، صحيح. واحسن حاجه انك توصلك لبطوله افريقيا، ومش مزبوط. فلسفه مزبوط. ما بنتفلسفش عشان بتجيب حاجه صعب، ولكن انت مش بتغير، كمان انت مش بتغير حاجه كامله، انت بتغير. وارد انك في مباريات تلعب بثلاثه، والثلاثه دي خد بالك مش حاجه مستحيله، انت كويس. حاجه محببه للعيبه مصر، للعيب المصري. اللعيب المصري خلي بالك النادي الاهلي النادي الاهلي البطولات اللي بناها في الوقت بتاع جوزيه كان معظمه ب 3-5-2، وما كانش تخني الذاكره يعني. انجازات كابتن حسن شحاته كلها لعبها ب 3-5-2، فالطريقه دي اصلا مناسبه الى حد ما للعيب المصري، بس لو انت عندك الادوات اللي تعملها بشكل كويس. انت عادل بعد اذنك هنرجع لحضرتك مره ثانيه، ولكن هنروح للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره من النادي الاهلي. الف مبروك كابتن سيد. كابتن ايمن ازي حضرتك، وتحياتي لكابتن علاء وكابتن يوسف وكابتن هاني وكابتن عادل. الله يسلمك يا سيد، الف مبروك يا سيد. الحمد لله. كان عندي سؤال عايز اساله لك، وكنا هنتكلم فيه بس يعني بمجرد ان انت بقى دخلت معانا ندخلك في الموضوع معانا. دلوقتي طبعا احنا النهارده زعلانين كلنا باصابه رامي ربيعه، ودي من ضمن السلبيات او الخسائر بتاعت مباراه النهارده. انا بتكلم الفتره اللي جايه يا كابتن سيد، عندنا تقريبا كل ثلاث ايام مباراه، يعني احنا عندنا النهارده 26، وبعدين عندنا 30 كاس مصر نادي الترسانه، وبعدين عندنا يوم 3 نادي المقاولين العرب، وبعدين يوم 7 امبي، وبعدين يوم 11 بيراميدز. الفتره اللي جايه ديت هيبقى فيه اجهاد جامد جدا على اللعيبه قبل ماتش الوداد. تمام. يعني احنا عندنا المقاولين 4 طبعا زي ما انت ذكرت كده وقلت يعني، لكن طبعا يمكن الحمد لله على المكسب النهارده وكل حاجه، لكن الواحد زعلان طبعا على اصابه رامي، ويمكن المباريات اللي جايه ممكن يبقى فيها راحه لبعض اللعيبه، وخصوصا اللي خدت عدد كبير جدا من المباريات وتويتات اللقاءات يعني. الو ايوه معاك كابتن سيد. تمام. هيبقى طبعا في اتجاه اكيد، يمكن عندنا يمكن في اتجاه لعمرو كفايه، لان هو عمرو كمان عنده 3 انذارات كده كده مش هيلعب، ايمن اشرف كده كده مش هيلعب، المكان ده ممكن يبقى فيه نقص شويه لغياب عناصر كثيره، لكن في عندنا ياسر ابراهيم، وهترجع يرجع احمد فتحي، لكن كمان عايزين نريح بعض اللعيبه زي ما قلت لحضرتك اللي هي واخده عدد كبير جدا من المشاركه، زي علي معلول مثلا. علي معلول ممكن يبقى فيه عنده اجهاد بشكل عام كده،
من كتر المشاركه، لكن ما فيش اصابات الحمد لله رب العالمين. بس احنا ممكن يبقى في سفر ليه برضه يشوف صوته فتره صغيره، وفي نفس الوقت يبقى عنده انضمام للمنتخب، وكده كده مش هيلعب المباراه اللي جايه، وعايزين نريحه بشكل يعني برضه يدينا اطمئنان عليه، ما يبقاش فيه مشاركه كبيره على اساس ان هو يرجع في مباراه المنتخب الاولى. وكان في اتصال ما بيني وما بين المدير الفني للمنتخب التونسي النهارده، واتفقنا على بعض الامور كده، المدير الفني كابتن منذر والمدير الفني الوطني للمنتخب التونسي، الامور الخاصه علي معلول. لكن كان في كلام النهارده مع فايلر وعلي وانا ان نديله مساحه من الراحه كده، ما يبقاش موجود مشارك معنا في مباراه التتانه، ودي هتبقى يعني متقسمه، يعني ممكن المباراه اللي بعدها يبقى في حد تاني ما بيشاركش، المباراه اللي بعدها يبقى في حد ثالث ما بيشاركش، لان مباراه الوداد قربت جدا، فمش عايزين نفقد حد، عايزين نفقد عناصر مؤثره في المباراه الاهم. بطوله الدوري خلاص بحلوها ومرها الحمد لله رب العالمين، نصرنا عليها وخدناها يعني. طبعا عايزين نكسب المباراه الثانيه وكل حاجه، ما يبقاش في يعني ضرب في النتائج ولا حاجه، او في نوع من فقدان النقاط، لكن الهدف الاكبر ان انت ما تطلعش خسران لعيب ولا اثنين يعني. طبعا ده كان اتجاه لعلي معلول وعمرو السليه وايمن اشرف. المباراه اللي بعدها ممكن يبقى فيه حد ثاني يعني، علي معلول ممكن يسافر بكره او بعد بكره يعني، على حسب ما نشوف الطيران بتاعه ايه. وفي اتصال مستمر زي ما قلت لك ما بيني وما بين المدير الفني للمنتخب التونسي، قد يلعب المباراه الاولى وقد يلعب المباراه الثانيه على عدد من الوقت يعني، او يلعب المباراه الاولى بس، هنشوف هنسقها ايه مع المنتخب التونسي. كابتن سيد انا يعني كنت عايز اسالك على سفر علي معلول اللي حضرتك اتكلمت عليه، هل هو واخد اجازه معينه ومش هيلعب عدد معين من المباريات مثلا، ولا هو واخد اجازه مفتوحه شويه وهيرجع مثلا قبل المباريات مثلا المقاولين او قبل مباراه بيراميدز؟ لا هو كده كده ولا كده، في فديه من 4 اغسطس يعني، سوري من 4 اكتوبر يعني، كده وكده في فديه لازم هيبقى موجود في منتخب بلاده. وممكن يبقى في تنسيق زي ما قلت لك، وبداناه مع منتخب التونسي والجيل الفني منتخب، كان في اتصال النهارده ما بينه وما بينه يعني، كل اللي انا امله بس ان يبقى ما فيش لا قدر الله اصابه تعوقه يعني. هو كده ولا كده احنا متفقين ان علي كان هيريح الماتشين اللي جايين. أيوه. يعني هيريح بشكل كويس عشان ما يبقاش في اصابات يعني. النهارده بعد اللقاء اتكلمنا مع فايلر وعلي، ومش هيلعب المباراتين اللي جايين، فيسافر ياخد يومين مع اسرته وينضم لمنتخب بلاده، وفي نفس الوقت يبقى في تنسيق مع المنتخب بتاعه حتى ما يبقاش في شاركه بشكل كامل للماتشين اللي جايين. طبعا هو له حق ان هو ده فرقته ويعمل اللي هو عايزه، لكن بتكلم في التنسيق ان ما يبقاش فيه، لان هم هيلعبوا يوم 9 مع السودان، وبعدين هيلعبوا يوم 13 مع نيجيريا في النمسا. ايوه. فيعني هتبقى الرحله برضو بعد كده، انت عندك 17 الوداد في المغرب، فمش عايز يبقى فيه مشاركه في عدد ايام قليل ما بين بلدين مختلفين، دول بس مع السودان في تونس، الثانيه مع نيجيريا في النمسا. ولو انت اشركته برضه كميه كبيره من المباريات، ففي فتره صغيره هتلاقي علي وهو اصلا بيشارك بقاله فتره طويله مع النادي الاهلي في معظم المباريات او كل المباريات يعني، ان لم تكن الظاهره يعني. طب كابتن سيد كنت عايز اتكلم برضو على ان مباراه الوداد هتبقى يوم 17 في المغرب، احنا عندنا مباراه قبلها يوم 11 مع بيراميدز، واحنا طبعا عارفين ان حته لما يكون في واحد لا قدر الله هيتصاب ولا حاجه، المده غير كافيه انك انت ترجع تاهله من الاصابه او ترجعه من الاصابه في خلال 5-6 ايام، هل في هناك اتجاه ان احنا ناجل ماتش بيراميدز قبل ماتش الوداد؟ لا يعني هو محطوط الحقيقه بقاله فتره، واحنا برضه مش عايزين نلعب في الجدول قوي يعني، طبعا يعني في المباراه موجوده ومحطوطه في يوم 11، احنا بقى يعني مش عايزين نحط برضه العناصر اللي قدر الله تبقى مباراه مهمه وعايزين نكسبها في كحسابات معنويه، لكن كحسابات رقميه ولا حاجه الموضوع منتهي يعني، فيصل الاهم هو مباراه الوداد يعني. فعشان كده بقول لحضرتك في اتجاه عندنا داخل الفرقه ان احنا تحاول تريح عناصر كثيره ما تبقاش فيها يعني اجهاد او لا قدر الله اصابات فتفقد حد، لان المسافه زي ما حضرتك قلت يا كابتن ايمن بقت قصيره جدا، فلا قدر الله اللي هيقع منك هيبقى صعب ان انت يعني تجيبه قبل مباراه الوداد يعني. عشان كده يعني قلنا وفضلنا ان يبقى علي عنده راحه الفتره اللي جايه، عشان المشاركه كانت كثيره الفتره اللي فاتت، يبقى يروح مع منتخب بلاده، وكمان
لما يبقى فيه تنسيق مع المدير الفني منذر كابتن منذر المدير الفني للمنتخب التونسي يبقى افضل واحسن، وده اللي انا عملته النهارده واتكلمت معاه يعني قبل حتى لقاء النهارده. طيب عايزينك تطمنا عن التشخيص المبدئي لاصابه الكابتن رامي ربيعه. كابتن سيد والله طبعا يعني هو كان في حس بخلفيه بشكل ممكن ما يبقاش بسيط يعني، فخلينا نشوف بكره الاشاعه هتقول ايه يعني. يا رب النهارده 26 اهو يبدو ان يعني. ايوه كابتن سامعني حضرتك؟ كان الصوت راح ما سمعناش، ممكن تقول تاني معلش. بقول لحضرتك يعني النهارده رد الوداد انا رامي من العناصر الاساسيه والرئيسيه بالنسبه لنا، لكن هنشوف الاشاعه بكره يا رب يعني ان شاء الله باذن الله تبقى اسبوعين ولا حاجه اعمل كده، او اسبوع من اسبوع لاسبوعين اعمل كده ان شاء الله باذن الله رب العالمين. حابب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي تطمنه قبل ماتش الوداد كابتن سعيد؟ والله بص احنا يعني اللي انا اعرفه واللي انا افهمه على طول دايما جمهور النادي الاهلي مش محتاج وصيه، لكن اللي انا افهمه ان احنا عندنا شغل وعندنا شغل كتير جدا، شغل مش مساله ان احنا يعني بتموت نفسك في الملعب وخلاص يعني، في شغل كمان في وقت بعض الاوقات بيبقى محتاج حسابات مرحليه يعني المرحله اللي جايه تبقى اهم شويه، ففي يبقى انت بتحسبها بشكل دقيق جدا عشان ما تخسرش عناصر يعني في مرحله انت اهدافك فيها هي مباراة الوداد، يعني عندي اهداف معنويه ان انت تكسب الماتشات اللي انت ماشي فيها وكل حاجه، لكن عندي اهداف رئيسيه ان انت من لا قدر الله ما تختارش حد يعني، فده يعني بعيد وقرر في الحته ديت لان المسافه بقت قريبه جدا ما بين دلوقتي وما بين مباراه الوداد يعني، فان شاء الله الرحمن نكون عند حسن الظن وفي نفس الوقت نكون كاملين وبصوره كويسه ونكون دوافعنا كويسه ويكون التوفيق معانا باذن الله تعالى. باذن الله بالتوفيق دايما كابتن سيد، ونشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق المباراه القادمه ان شاء الله. حد عايز يعلق على كلام الكابتن سيد حفيظ؟ لا كابتن انا كنت عايز اتكلم على حته الشناوي يا كابتن، وبرده لازم الشناوي ياخد جزء من الراحه يا كابتن علاء، لان الشناوي انت يعني وصل لفورم عاليه جدا وبعدين بيلعب كتير جدا الماتشات كلها يعني ما شاء الله عليه، مش عايزين نحسده. الشناوي نتكلم عليه ولكن بعد الفاصل. انت قلت لك استاذك على فكره. مرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا قبل الفصل الكابتن هاني بيتكلم على راحه الكابتن محمد الشناوي. كابتن محمد الشناوي معانا ارقامه، لعب 29 مباراه دخل مرمى 8 اهداف فقط، شباك نظيفه 23 مباراه، وعادل النهارده رقم كابتن شريف اكرامي. التصويبات عليه 68 تصويبه، تصدى 60، قطع تمريرات 39، صنع اهداف هدف واحد، وتمريرات بينيه صحيحه اثرت ان احنا نصنع اهداف 3 تمريرات. كابتن هاني انت عايز تكمل تقول ان الشناوي لازم شايف ان لابد ان هو ياخد راحه، لان برده لعب ماتشات كتير جدا ورا بعضها، مستواه طبعا كلنا شايفين ان مستواه ثابت ومستواه بيزيد من المباراه للثانيه، لكن انا خايف عليه بصراحه يا كابتن علاء، انا خايف عليه ان هو ممكن لو حصل له حاجه لا قدر الله قبل ماتش الوداد هتبقى مشكله كبيره جدا، لان انت برده مش مجهز يعني اخر ماتش لعبه تقريبا علي لطفي كان تقريبا ماتش ودي مش عارف كان الجونه تقريبا او حاجه كان في التتش، ده اخر ماتش شفت فيه علي لطفي، من ساعتها الراجل ما بيلعبش خالص. شايف ان انت خلاص يعني حسمت بطوله الدوري، شايف ان الراجل ده لازم يريح الشناوي، لازم تدي برده فرصه ثانيه على اساس ان انت يبقى البديل بتاعك جاهز لو الشناوي لا قدر الله حصل له حاجه، لازم يبقى فيه يعني لازم، انا شايف ان هي تبقى يعني في خطه الراجل يعني ان هو برده، لان الشناوي برده من اللعيبه المؤثرة جدا ومن القوام الاساسي للفريق، وانا شايف ان هو زي ما قلت مستواه بيرتفع من المباراه الاخرى يعني كويس، بس ده كان رايي يعني من اللعيبه المهمه اللي لازم تاخد راحه الشناوي يعني. ماشي معانا الاحصائيات بتاعت المباراه، طبعا الاهلي وطنطا 1-0، استحواذ فريق طنطا النهارده 45%، استحواذ النادي الاهلي 55%، التصويبات على المرمى نادي طنطا شاط 8 تصويبات جت واحده بس على المرمى، نادي الاهلي شاط 12 كوره جت 5 تصويبات على المرمى، نادي طنطا عمل 3 عرضيات، نادي الاهلي عمل 19 كوره عرضيه، وده رقم كبير في المباريات يعني الاخيره بالذات. الارقام النهارده المميزه عمرو السوليه
لعب 103 دقيقة جاب جول. التمريرات بتاعته النهاردة 46 لعب 43 تمريرة صحيحة، وقطع تمريرات 3 تمريرات قطعهم عمرو السولية في نص الملعب كانوا مؤثرين. أنا شايف يا كابتن علاء إن من ضمن نجوم المباراة برضو اللي احنا يعني لازم نقول اسمهم، أنا من وجهة نظري محمد هاني. عامل مباراة كويسة النهارده محمد هاني على المستوى الدفاعي بالذات. على المستوى الدفاعي يمكن كان أكتر من علي معلول بكتير قوي، حتى كان يوسف بيتكلم على إن علي معلول النهارده كان تقريبا هو مفتاح الهجمات كلها. صحيح. لكن هاني يمكن التزم شوية حتة دفاعية، ممكن يكون تعلمان مستر فايلر إن هو برضه يضمن حتة دفاعية كويس، لأن دايما كان بيبقى في خطورة في الحتة دي كتير قوي. لكن هاني النهارده، لا هاني النهارده ما فيش غلطات لمحمد هاني النهارده خالص، أخطاء قليلة جدا جدا. معانا الجول يا كابتن علاء ممكن نحلله من اول هي كالعاده برضو علي معلول في المكان المفضل ليه، شرحناه وقلنا ان يحسب الكثافه الهجوميه كويسه في النادي الاهلي، الانتشار كان كويس قوي. صح. محمد مجد واخد اخر زاويه، انا برضو لسه كنت عند كلامي ان الكوره خدت وقت كتير قوي في الهواء. مزبوط. حتى ما راحت لمحمد مجدي بس خلي بالك لو جبناها ممكن نجيبها تاني من الاول. اول ما مسكها علي معلول هو باصص، على فكره بص هو باصص وعملها على البعيده، بس هي عاليه شويه. ايوه حتى لو هو باصص ايمن وقصده على البعيده هي خدت وقت عالي شويه. أيوة. الوقت ده على فكره مش غلط. أيوة. الوقت ده ادى فرصه لعمرو السولية ان هو يروح المكان ده. صحيح. لان هي لو اتلعبت جامده ومجله، وتخيل انت كان شايلها عمرو السولية، تخيل لو الكره دي راحت على طول العلوم ما قالتش قوي كده، بص طول ما هي في الوقت، بص في الهواء عمرو بيقرب، بص تكون بص بيقرب. أيوة. بقى في المكان المناسب جدا، حتى لو جت في رجليه الثابته لكن في مكان قريب قوي للجول. أيوة. لو الكره دي ما خدتش الوقت ده كله في الهواء. أيوة. مجد لك ونحاول يلعبها ممكن كانت راحت لعمرو، لكن هي يعني هي ترتبت كده ان الكره تاخد الوقت ده في الهواء على اساس عمرو يبقى في المكان اللي يا دوب يلمسها يبقى فيه الهدف. لكن طبعا زي ما بقول لك كثافه عاديه ممتازه. ودايما زي ما بقول لك انا طول ما هي 0-0 محاولات كتير جدا. على اساس الاهلي بيدور على هدف. مزبوط. وطبعا دي مش ميزه النهارده طول الوقت، ان النادي الاهلي 0-0 عنده نتيجه ما تطمنش، عايز 1-0 وعايز كمان يضيف جول تاني، لكن يحسب لعيبه النادي الاهلي. ايه يا هاني هو ملخص المباراه يا كابتن في الجول بتاع السوليه بصراحه. بص انا عايز اقول حاجه، انا عايز اكلمك على تواجد السوليه في 6 يارد. السوليه بيعملها على طول بص ميزه من المميزات اللي ريني فايلر دخلها للفرقه، ودي كان شغالين احنا كمان عليها قبليها، بس هو مأكد عليها قوي. الاثنين ديفندرات لازم واحد يكمل جوه ال 18. صح. ليه؟ انت النهارده اللاعب بتعمله عن طريق يا الباكين يا الطرفين. فلو الطرف هو اللي بره خلاص بيبقى عندك ايه؟ بيبقى عندك الراجل راس حربه، ولو انت مثلا بتلعب براسين حربه يبقى الاثنين او واحد وتحتيه واحد، والراجل العكسي والراجل الديفندر اللي بيكمل. عمرو السولية في الميزه دي. أيوة. انه بيلعب فروم بوكس تو بوكس، يعني بيقدر يدافع عندك في البوكس بتاعك. صح. ويقدر يخش كمان، وهتشوف لو راجعت جوان السولية اللي جابها او يعني الفرص اللي بتجيله هتلاقي بيخش جوه ال 18 وجوه الستة، بيعمل الحركه دي على طول، بيخش يا اما على القريبه او على البعيده. ليه؟ هو طويل بيلعب بدماغه كويس، وفي نفس الوقت بيقدر يكمل جوه ال 18، بيفنش كويس قوي، جاب اكتر من هدف. صح. من خلال دخوله في جوه ال 18. اللي انا عايز اقوله ان دي بتديك ميزه عاليه قوي. ليه؟ لان الاثنين ديفندرين لما بيلعبوا زي حمدي فتحي كده واليو ديانج بتبقى يعني مقللك شويه في الحته الهجوميه. صح. لكن لما بتلعب بالسوليه، عشان كده بص في تشكيل النادي الاهلي او بص في نسبه المشاركه بتاعت النادي الاهلي هتلاقي السوليه دايما هو اكتر من حمدي فتحي او اكتر من اليو ديانج، لانه عنده الميزه دي. خلاص بص ده السوليه بدا بص حط الكره وعمل ايه، بص بالزبط. هتلاقيه بص رجليه واخده، بص بص هتلاقيه ورايح ورا بادجي سمير بعد ما شاء الله. بص 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 داخل، بص 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 فتح الخطوه في الاخر داخل لحد السكس يارد اهو. ما انا بقول لك فعلا دي بقى شايف اللقطه دي اللقطه دي انا ممكن اجيب لك على مدار بقى ماتشات الاهلي لقطات زي دي كده كتير. فدي ميزه ان انت عارف بقى كمان لما يبقى معاك الديفندر الثاني بنفس الاستراتيجيه دي يبقى بالتبادل بقى مره ومره الوقت اللي السولية بيجيب فيه الهدف ده
ديانج فين بقى في الوقت ده؟ ديانج هتلاقيه واقف على القوس بتاع الدايره عشان الهجمه المرتده. افرض الكره دي لو قفشه مثلا راح عاملها مظبوط وطلعت واتقطعت، يبقى انت عندك بالانس بقى هنا. ايه البالانس؟ اتنين سد باكين، باك عكسي هنا علي معلول هو اللي طاير، يبقى المفروض محمد هاني فين؟ واقف. يبقى عندك سد باكين وباك عكسي ادي ثلاثه، واليو ديانج واقف يبقى اربعه، يبقى صح. انت بتهاجم بسته وايه؟ و بتدافع. كمان حسين الشحات كمان كان داخل، وحسين الشحات واقف بره، ما ممكن بالزبط. ممكن قفشه كان يستلم مثلا ويلعبها، بس مزبوط. انا رايي برضو حسين كان لازم يخش للداخل شويه عشان يبقى في مرمى الايه يعني في حيز المرمى شويه قصدك لجوه كمان شويه بحيث يبقى الجون المرمى مفتوح ليه. الميزه في السوليه يا كابتن، بعد اذنك يا كابتن يوسف اتفضل لا كمل. الميزه يا كابتن في السوليه ان هو بيتمركز صح، يعني انت ممكن يبقى مثلا زي ما الكابتن يوسف بيقول ان دي بتعمل الزياده كويس قوي، لكن بتروح وبتقف عشوائي. لكن السوليه بتبص تلاقي حتى الكره لما تلعب ناحيه الشمال يا كابتن ما يقاس يا كابتن يوسف وكمل لحد لما راحت ناحيه اليمين برده تمركز تاني في المكان الصح، على اساس ان هي لما تترد من قفشه هو يحطها بسهوله. فهو او ممكن الكروس يجي، عارف يا كابتن ايمن، ممكن الكروس يجي مظبوط يعني صح. يجي مرفوع يخش هو بدماغه بيلعب بدماغه، هو عنده تمركز. النقطه اللي كمان بس طبعا يعني ممكن تتطور كمان اللي بعد كده ايه، ان انت ممكن عندك قفشه قفشه ممكن يلعب ديفندر، وحصلت يعني قفشه ممكن يلعب في، افرض انت النهارده ما تحلتش ممكن وارد جدا المباراه تفضل معربه لغايه ممكن تلاعب قفشه بقى هو اللي تفندر وتكثف، يبقى عندك مثلا راسين حربه وتحتيهم واحد وطرفين جناحين وقفشه كمان يكمل. ما هو انت لازم المباراه تطلع يعني مزبوط. انت التعادل بالنسبه لك خساره، النادي الاهلي التعادل بالنسبه له خسر صح. فانت لازم المباراه يجي يعني، فممكن اخر 10 دقائق لو النتيجه لسه 0-0 ممكن يبقى تطلع جوه الملعب نفسه طبعاً. لا تخرج مثلا اليو ديانج او تخرج مين الديفندر الموجود يعني هو هنا نزل اليو ديانج صح. انا بكلمك على تطوير كمان الحتتين الديفندر دول انه ممكن يبقى فيهم واحد يعني. بالمناسبه مثلا عادل مصطفى عشان هو كان قاعد معانا يعني هو معانا في الاستوديو. عادل كان من الناس اللي بيلعب دي عامل زي قفشه كده اللي هو ممكن يلعب 10 وممكن يلعب ديفندر يعني. عادل لعب في النادي الاهلي فتره من الفترات كان بيلعب ديفندر بيجري لعبت كل الفترات ليه؟ لان كان موجود ابو تريكه. فانت انا عايز اتكلم على الكره دي. في كره على فكره في الدقيقه 52 ودي الكره دي في الدقيقه 87، الكره دي اتكررت قبل كده على فكره. الكره دي لازم قفشه كان يتكلم معاه، لازم يتكلم لازم لان هي جايه قفشه مريحه جدا يعني بالظبط. بس هو شكله ان هو ما كلمش باجي وفي كره زيها بالظبط كانت بين رامي ربيع وعمرو السوليه، وواضح برضو ان عمرو السوليه ما كلمش رامي ربيع او رامي ربيع ما كلمش عمرو السوليه. باجي هيكلم طب نبص على الكره دي كمان. 52 رد يا كابتن، عايز اقول لك حاجه. هو محمد مجدي هيكلم باجي ازاي؟ لا مجرد ان هو يناديه. لا مش يعني يقول اسمه مثلا، ما بتكلمش على يقول اللفظ اللغه لا ازاي هو اصلا ما شافش الكوره. مين اللي ما شافش الكوره؟ محمد مجدي لو بصيت بص باجي مظلم الدنيا عليه استحاله كان انا الكوره دي عايزه ممكن نرجعها تاني بعد اذنك ممكن نرجعها تاني؟ ايوه عشان ابص على التحركات الهجوميه والتمركز في الكوره العرضيه بتاعت علي معلول. ماشي كمل تاني. احنا كده ماشيين كويس. ماشي كمل كويس حلو. بص بقى الثلاثه دول فين؟ برافو عليك. بص احمد الشيخ كان لازم يكون فين؟ كان لازم يكون على البعيد احمد الشيخ صح؟ صح. راح غطى عليهم قفل على نفسه. هو للاسف الثلاثه مثلا في 3 4 يارد صح. هو الانتشار نفسه الانتشار نفسه مش مظبوط يعني غير انتشار الهدف. انتشار هدف نموذجي طبعا. كل ال 18 كل واحد كله في كل مساحه فيها لعيب غير يا يوسف. الكرة يا كابتن علاء اللي اترفعت لسه دلوقتي دي رجعها تاني. لو الانتشار صح كانت هتبقى زي الجول. زي الجول اهي. ما هو ده الجول. ما هو ده الجول. بص الجول ازاي انتشار. بص الانتشار ازاي. بص يعني حتى من ضمن الكلام اللي قاله مستر فايلر، انا عندي مشكله في التحركات بدون كرة. بص بقى في التحركات دي، ده كان تحرك نموذجي بالنسبه للكثافه العاديه في خط الهجوم. بص واحد على القريبه، واحد على البعيده، واحد في النص، وكمان كهربا ورا باجي. مظبوط مغطي. ده الف بيه كوره كابتن يعني. بس التمركز صح طبعا. يعني انت ممكن يبقى فيه زياده عدديه ولكن تمركز خاطئ. ولو سواء دفاعي او هجوم. لو فتحت كمان الكادر ايمن شويه كمان ممكن تلاقي بره ديانج واقف على ال 18 غير حسين الشحات كان ورا محمد مجدي. يعني انت عامل الكثافه الهجوميه
عشان انت عايز انت بتدور على هدف ايمن فانت مدافع بكل اللي بكل اللعيبه اللي معاك. بص بص يا كابتن علاء بص احنا لو خلي بالك عايز اقول لك حاجه، لو انت حسبت عدد لعيبه النادي الاهلي في منطقه 18 هتلاقيهم اكتر من مدافعي طنط. ده طبيعي. بص ادي 1 2 3 4 4 من طنط. كام واحد ادي الكره اللي دي الكره اللي هي المفروض ان احمد الشيخ كان يتحرك على البعيد. ماشي ما فكره جيب لي الجول بقى. بس دي بس دي احمد الشيخ هو الوحيد اللي كان شايف على فكره. صح يعني بالظبط احمد الشيخ اللي كان شايف الوحيد اللي شايف. هنكمل دي بقى ادي الاولى. يعني بص مجدي تاني. مجدي ما دفعش صح يعني مجدي استنى. مجدي استنى تقل مظبوط بس مكمل وراهم. بس هو شايف يا يوسف هو شايف رايح فين. احمد الشيخ من قبل ما علي يرفع كان راح على قريبه. يعني بص مجدي ما دخلش خالص لحد دلوقتي. بص وخلي بالك انا عايز اقول لك حاجه مجدي قفشه اتصرف فيها كويس قوي. ليه؟ لان هو في كورتين ثلاثه قبليها علي معمول لعبه مع البعيد وما كانش في حد. بالظبط هي الكره دي ايمن التمركز الصح في كل الكوره العرضيه اتلعبت. 1 2 3 4 5 6 وطنطا 1 2 3 4 كان ممكن برضه يحطها للشحات. يعني عنده اختيارين. كان عنده بس هو ده الاخطر طبعا لان ده في السته قريب. ده الاخطر فعلا سهل. يا ترى عندنا كره رامي ربيعه وعمرو السوليه. مش عارف اذا كانت موجوده ولا مش موجوده برضه. برضه يا كابتن في حاجات في العرضيات في الدقيقه 46 هي ديت اللي احنا عايزينها. في حاجات في العرضيات كانت محتاجه. احنا برضه عندنا منطقه خطره جدا المنطقه اللي كان بيحرز منها فلافيو اهدافه. صح المنطقه دي مش موجوده خالص مع اننا يعني بادجي عنده طول ما شاء الله مش مستغله في الحته دي. بادجي لو شفت حركات بادجي على طول طول الوقت بياخد يا اما في منتصف المرمى يا اما بياخد الكره البعيده. لو جيت بصيت لكل الكور اللي هو اللي لعبها بدماغه هتلاقيه لعبها من المنطقه دي. صح مع ان في منطقه انا شايف ان دي برده ممكن تتخلق ممكن تعمل مشكله للمدافعين. ودي اكتر منطقه ممكن يبقى فيها يعني تعمل لخبطه للمدافعين وتعمل لخبطه للحارس. لما الكره بتروح على الايمن القريب كتير ويكون في حد معدي الايمن القريب حتى لو ما اخدش الكوره بتبقى في مساحه بتتخلق في ظهر الراجل اللي بيقطع على الارض القريبه. وغير كده كمان بتودي الجون لمنطقه للجون للتلت الاول من المرمى. بالتالي ان هو عنده تلتين في المرمى مش موجودين. غير لما يكون تمركز الحارس هو مش شايف مهاجم قدامه فبالتالي تمركزه يبقى في وسط يعني شويه في نص المرمى وبياخد خطوه كمان. صح. بتديه حته يقفلها اكتر. غير لما تكون انت الفرود. بص الكره دي هي دي كره عمرو السوليه ورامي ربيعه. بص واضح ان رامي ما اتكلمش. رامي ما اتكلمش طبعا والسوليه كان ممكن يقلب وش رجله يعني بشكل يعني بس احسن هو من كده. رامي الافضل يا عادل. هو طبعا رامي الافضل. رامي ما اتكلمش والسوليه كمان كان ممكن لو مال بجسمه اكتر ان هو يعني يلعب بوش رجله الخارجي. يعني هو لو الكره دي عدلتها كان ابو تريكه طبعا بيعملها على طول ومتعب كان. بصوا بقى الكره دي اللي كنت بتكلم فيها دلوقتي بتاعت اللقطه بتاعت الايمن القريب. بصوا في الايمن القريب الجون فين. يعني لو رجعها تاني لو نرجعوها تاني رجعها تاني. طيب مره تانيه وخلي بالك انا عايز اقول لك حاجه. بص مروان بص مروان حياتك فين. حلو مروان فين برجل. ده مروان ولا كهربا. مروان كهربا كهربا ده كهربا. مروان او كهربا اعتقد كهربا. ده كهربا. بص ده المنطقه دي حارس المرمى فين. ايوه وبقى في كام بقى في كام مساحه اتقسمت عليها الجول. الجول اتقسم المرمى 6 يارد اتقسمت على اربع مراحل. ايوه اربع اماكن. فبالتالي الاثنين الاول اثنين دول خرجوا من المشهد خالص. كويس. وحارس المرمى خرج من المشهد خالص. والجول والراجل طبعا. والراجل اللي ورا في اللي على القايم اللي قصاد القايم ده مخرج واحد كمان من المشهد. فبالتالي انت في منطقه فاضيه جدا. صح. موجوده. بص بقى على كل الكور كره الهدف والكورتين اللي ضاعوا بتاعت احمد الشيخ. ماشي. ولا واحد خرج بره القايم مع ان الف يعني حاجات مهمه جدا جدا. فلافيو احرز منها كم اهداف غير طبيعي المنطقه دي. ايوه ودي كمان هتعمل لك تنوع في العرضيات. هنتكلم في حته علي معلول وايمن ومحمد هاني. خلينا نتفق ان دلوقتي مرحله اجهاد. مرحله الاجهاد دي ما بتطلعش الكروس بالشكل اللي انت عايزه بالدقه اللي انت عايزها. صحيح. فبالتالي لو انت عندك حاجات القريبه تعمله على القريبه. لازم تعمل على القريبه. كويس. لو انت ما عندكش دقه عاليه جدا مجهود اقل فبتديك المسافه بتاعه الكروس. مزبوط. بتبقى اقل شويه. أي. فبالتالي الحاجات اللي بتيجي على القريب بتبقى اكتر. ايوه والحاجات اللي بتيجي على البعيد الدقه بتاعتها زي ما شفنا علي النهارده. علي مجهد. طبعا. خلينا نتفق ان علي من اهم اللعيبه اللي بتعمل كروسات في مصر. طبعا فهو النهارده لما بتيجي بتعمل عمل كذا كذا عرضيه فيها بعيد شويه بعيد. صح. شويه لكن لو في حد بيجبله انه يقطع على القريبه هيشتغل فيها كويس. في كره الحارس مسكها
ايوه بس انا عايز اقول لك حاجه، انا لو في الملعب وشايف علي مره واثنين وثلاثه بيلعبها على البعيده، انا لازم برضو يكون عندي السنس والتفكير. طب في كورتين في كورتين علي عملهم على القريبه وحارس المرمى هو اللي اخذهم. لو نجيبها الكره دي، الكره دي من اسهل الكور للمهاجم، واحد يخطفها يجيب جول صح، لان حارس المرمى الكره قدامه ولسه بيلف مزبوط. فهو مش شايفك اهي دي واحده، ادي واحده، دي واحده لازم تتعمل صح. وفي واحده ثانيه علي عملها برضو على القريبه، راحت الحارس مسكها وطلعت بعيد بعيد عنه شويه راح مسكها مظبوط. الحاجات دي لو في واحد، ومش شرط لا قايم القريب، مش لازم اروح على القايم. اللي بيقطع القايم القريب ده طبعا الفراوده حضرتك عارف، وهاني وكابتن علامه يهوب برضو كان في دي كويس جدا، ان لما بتطلع بره القايم هو ده القايم هو دي القريبه، مش القايم ان انا قدام القايم. بص فين ماشي كمل كمل. انت عارف علي معلول النهارده عامل سبع كورسات بالظبط، فين الحاجات دي فين؟ الحاجات دي حتى لو انا راس حربه لو انا راس حربه مش هاخدها لازم ابقى موجود. بس خلي بالك دي ما فيهاش لفه لراس الحربه، مش مشكله دي على طول على الجول. بس انا هقول لحضرتك يعني حاجه، صعبه لراس الحربه انا عارف ان دي صعبه. انا ما بتكلمش على الكور دي بالذات، انا بتكلم في العموم. لازم يكون عندي تنوع، ما ينفعش ان انا ابقى طول الوقت مستني البعيد. مزبوط. ده بالنسبه لبادجي صحيح. يعني الكوره اللي راح فيها كهربا، شفت انت فتحت لك الكوره دي، كررت الشوط الاول حوالي اربع مرات. اربع مرات الشوط الاول اللي علي معلول بيروح بيهم، واجاي راح بواحده، واعتقد كهربا راح بواحده. كلهم اتعملوا على البعيده كويس، على البعيده فيها هي كويسه. على البعيده صح. بس لما تكون انت واحد كويس. واخد النظر على البعيده مظبوط. وعايز حضرتك تروح التنيل. لا انا عايز اقول لك انت حاجه. انا اللي عجبني في الكوره ديت ان دي كوره ثابته كورنر. احنا بيجي لنا كل ماتش تقريبا من 7 لـ9 كورنر بنلعبها زي ما انت بتقول كده، تقليديه على البعيده، على البعيده في النص زي ما تيجي، بس هو واحد بيلعبها وخلاص. انما بص دي اتعملت ازاي، ممكن نجيبها تاني بعد اذنك. بص دي اتعملت ازاي، اتعملت على الاولانيه، واحد خطف وقطع وعملها، الجول طلع بره، كل الناس طلعت، وزي ما انت قلت السيرفاكين طلعوا بره، راحت والجول فاضي. يعني لو في كلام بين رامي ربيعه وعمرو السوليه كنا جبناها جول بسهوله. وخلينا اتفضل الكور دي، انا قصدي على الكور الثابته دي تخلص ماتش، لازم تعمل فيها تريك طبعا، خلص بطوله، لازم تعمل فيها حاجه، لازم تعمل فيها شغل طبعا، ده جزء مهم جدا طبعا. وبالذات كمان لما اكون انا فاقد عناصر مهمه عندي، يعني في مدربين اذكياء بيقولها في المحاضره، ممكن ممكن يكون لا بس خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه، ما هو برده لا انا بتكلم على كوره ثابته، انا بتكلم على الضربه الركنيه اللي احنا اشدنا بيها. مش ممكن اما بنيجي نوزع اكيد دي حاجه كويسه طبيعي. على فكره يوسف اكيد كان اشتغل الحاجات دي كلها، وقعد كان بيشتغل مع يوسف. الطبيعي ان المدير الفني بيقولها في الكور الثابته، فلان على قريبه، فلان وراه، فلان وراه، فلان وراه، دليل ناخد الكوس كله. لو راحت على القريبه لمست زي ما كان متكلم عادي دلوقتي، لو ما راحتش في واحد وراه، واحد وراه، واحد وراه. بس اقول لك حاجه يا كابتن علاء، اتفضل، انت لازم تكون محضر. يعني انت مثلا هتعملها على القريبه، مره هتعملها على القريبه، مره ممكن. هتعمل كره قصيره على القريبه يا اما لو انا في اتفاق ومتمرن متمرن في حاجه معينه. لا انا بقول لك بس، انما لو اتعملت بالصدفه كده، انما توزيعتك انت في الكور الثابته كلها لازم يبقى معروفه. يوسف راح القريبه، وراه هاني، او هاني ياخد البعيده عشان شاف هاني اطول واحد صح. ممكن عاد ياخد اللي بعد القريبه صح. هو ده التوزيع نفسه كويس. الا لو واحد على القريبه وبيروح مثلا بيعملها قصيره وفي حاجه ثانيه اللي هي تروح معموله على الطويله، انت فاهمني؟ لكن انا بقول لكن انا بتكلم على ترتيبك انت في كل الكور الثابته، ده معروف على فكره، كلاسيكيه قوي، هي كلاسيكيه طبعا، كلاسيكيه معروفه. في حاجات ممكن تخرج في حاجات بتتلعب عشان تخرج لعيبه من اماكنها بالظبط. يعني في لعيبه مميزه بيقف على الايمن القريب، لعيب كويس جدا، عايز اخرجه من المكان ده، هخرجه ازاي؟ لازم يبقى في تريكه تتعمل مزبوط. تخرج وترجع تاني مزبوط. عشان تتعمل مزبوط. ممكن واحد يقطع قدامه، في حاجات ممكن يتركب عليها صح. اللقطه دي لقطه كويسه ممكن صح. يتركب عليها. انا بس عايز اعلق على جول اسماعيل، ده جول فلافيو، بص بتاع فلافيو ده، جول فلافيو، برافو عليك فاهم، فلافيو، وجول في وجولين في الزمالك، وجول في وجول في القطن الكاميروني، ده بطوله، وجول في القطن الكاميروني، ده نهائي الدوري، ده نهائي الدوري، وكره القطن الكاميروني. بتعرف كره القطن الكاميروني دي فين؟ بره الجول حوالي بحوالي مثلا 6-4 ياردة. وفي القطن الكاميروني برضه عمل اعتقد بعد اذنك يا كابتن ايمن، انا عايز اتكلم في حاجه. هي خروج المهاجم بره المرمى. فلافيو كان موهوب، يعني فلافيو كان حتى بدماغه كان موهوب، حتى لما بيخرج بره الجون بيبقى عنده الادراك، عنده الادراك هو مكانه فين وعايز يحطها فين. انما جري المهاجم او جري اللاعب المميز اللي كابتن علاء بيقول مثلا ايه، انت هتخلي اول واحد يقطع على القائم القريب، مش لو خرج بره الجون يبقى بيلعب على تنفيذ خطه ثانيه، حاجه ثانيه، زي الكره اللي اتزحلقت النهارده دي. الكره دي
الكره دي قاتله لا لا, لا, لا الكره بتاعت النهارده دي خطه دي خطه أيوة كورنر بتتعمل يعني وبتجيب ناس تدر يعني مثلا الناس اللي بيلعبوا لك الكورنر مين مثلا الشمال اللي هم علي معلول ايوه او تجيب محمود وحيد تجيب درب عليها. الناس الشول وليد سليمان احمد الشيخ صح. ويبدا تعوده وتعلمه حط الكره في الحته دي حط الكره في الحته دي ودي هولندا هولندا بدايتها كانت علاء لو تتذكر 88 كانوا بيجيبوا رود فولي رود خولي وريكارد وراه وريكارد فاكر كان رود خولي يقف على القريبه ويروح عاملنا وروحوا كابتن نزحنا. محمد احنا خدنا بطوله في الثمانينات كده ايوه مظبوط انا فاكر كده. انا فاكر كان دوري تقريبا 85 86 حاجه خدنا بطوله كده فاللي انا عايز اقوله ان الكرات الثابته فيها فيها انواع كتيره بس حته يعني عادل بيقول ايه انه لو جري خرج بره القائم وانه يحط الكوره كده دي موهبه من فلافيو يعني ممكن قد يكون فيرو الثاني مثلا او لاعب مثلا مدافع مميز لو جري بره الجون كده لا يمكن يعرف الثانيه هي بتاعه لا بس دي ده جوه ده جوه المرمى دي عمال لا دي جوه المرمى دي اه بس دي لا ده عماد ضحك على عثمانه فيها عثمانه ده المدافع ده بعد كده جه سموحه ايوه تمام ده حصل فاكر جه سموحه ما هاني انا دربت هاني في سموحه غرق سموحه لا مش غرق سموحه ولا حاجه بس بص عماد ضحك عليه وايه وراح حاطط الكره دي دي بس عماد بص عماد راح فين بس ما خرجش بره حيز الجون بعدها كانت الكره متحركه مش كره ما خرجش بره حيز الجون انت يا كابتن علاء كان عندك ميزه في الحاجات دي بالذات وبتروح على طول على القريب بص مظبوط هو سرق الراجل المدافع وراح حاططها بص يا ايمن هو عادة كان بيتكلم في الحته القريبه دي ايوه طول ما الكره على الاطراف كده احسن حاجه للمهاجم هي على القريبه دايما لان استحاله المدافع هيلحق حتى لو خط لو رجعته بالظبط المدافع بينه وبين عماد خطوه واحده بس ما يقدرش يعمل حاجه اي طبعا. واجب في الدنيا انت بالنسبه لك الخطوه دي بالنسبه لك الموضوع انتهى تماما هي خطوه بس فايه ايه لا كمل يا كابتن فهي بالنسبه لك القطعه القريبه دي اولا خطر جدا صح. كل واحد بيلعب بدماغه صح كل ما هو لكن لو بعت شويه يبقى زي ما كان بيتكلم يوسف بقى ممكن يبقى اللمسه الثانيه اللي ورا لو مش هيقدر يحطها في الجول على طول زي فلافيو بس انا عايز اقول حاجه فلافيو عشان فلافيو ده كان قدامي حوالي 6 سنين اولا كان عنده بتفهم محمد كان عنده ملكه غريبه جدا في لعب ضربات الراس ايمن عندك كنت مميز هنا كان مميز هو رقبته كانت بتلف مثلا على رمان بيلي عارف انت تلاقي والله ايوه صح وبعدين رقبه ما شاء الله رقبه مش انتوا رقبتكم تعبانه بالنسبه له انت فاهمني فهو لا هو مميز في دي لكن لو ما قدرتش تلعبها في الجول طبعا الحته اللي كان بيتكلم عليها عادل اللي عملها كهربا دي اخطر كره استحاله التصرف فيها صعبه جدا صح عارف اسهل حاجه ايه ممكن مثلا المدافع يجي يطلعها وهو في الجول الكره دي صعبه جدا على المدافعين صح سهله على المهاجمين عايز اقول حاجه يعني لا لما تخلص اللي جاي بوشه لا اتفضل خلاص انا خلصت قول عشان انا عايز اتكلم على الكوره يعني خلصت انا خلصت الحته دي بس جاي. هكمل بس الكلام الكباتن في الحته دي يعني انا ساعات بعملها مع الاولاد معايا في الفرقه اللي انا ماسكها ساعات يا كابتن علي تعب بقول لهم ايه بقول لهم الاول كم واحد سنه يا كابتن يعني تحت كام سنه 2005 15 سنه 15 سنه بقول لهم يا كابتن علاء اللي بيخرج بره ال 18 ده اعتبره لعيب وهمي انا بعد اول لعيب عندي اللي بعده اللي هو تاني واحد يعني ده هو جوه البوكس او جوه يعني على اول عرضه يعتبر ان هو يعني على اول عرضه ده بقول لهم ده اول واحد بالنسبه لي اللي بره خرج بره اللي بره العرضه ده ما مش معتبره لان هتبقى صعب عليه يعني كابتن زي ما الكابتن عادل قال بتبقى صعب عليه ان هو حتى لو لمس الكوره مستحيل ان هي تروح في الجول الا بقى زي ما كان الكابتن يوسف قال مثلا واحد موهوب او بيعرف يلعب بدماغه كويس جدا اللي هو يقدر يلف الكوره كده ويحطها في البعيده مثلا او في القريبه فدي حاجه بتبقى مميزه جدا لكن انا بحسبها بقول اول واحد يا جماعه اللي هو تاني واحد اول واحد ده اعتبره وهمي بعد كده بتعد بقى زي ما كابتن عادل قال او الكابتن علاء واحد اتنين تلاتة على اساس ان انت بتبقى في ترتيبه معينه كده يعني حتى كمان في المحاضره كابتن بنقول بالاسماء كل واحد يقف في المكان كذا طيب هو صح الكلام طبعا انت فاكر فاكر الجول اللي انت جبته ماتش الزمالك اكيد فاكره الكره اترفعت له فهو كان بعيد أيوة. وكان برضو كان اللي مميز فيها رمضان برضو مفيش دعوه خلينا في الجول ده خلينا خلينا في الموجود اتفضل هتبوظها كمل إيه؟ لقى نفسه كمل ده خلاص كمل هو لقى نفسه بعيد جدا خلاص فراح عامل ايه ما شاطش يعني هو عادة ماركو فان باستن بس بالدماغ راح لا انت رحت عاملها مسقطها كان حسين السيد تقريبا حسين السيد راح جاي حسين لما اترفعت على البعيده قوي بعيد ليه فراح حسين لافف وجه قفل الزاويه راح حاططها له سقطه فين في البعيده بس هو سبحان الله فيها توفيق ان انا اللي انا عايزه ربنا كان فيها توفيق كبير بس انا بتكلم على الفكره اللي انت عملتها لا لقيتك كويسه عندك ادراك
ما دي بيسموها قصدك على التوجيه بيسموها في للفراوده الفراوده لازم يبقى عنده ادراك المكان صح. انا فين في ال 18 عماد متعب من الفراوده اللي عندها ادراك في المكان مزبوط. بيروح قاطع وعامل كده هو مزبوط. عارف هو فين مزبوط. حتى لما بيستلم في حاجات في جوان جابها لو فاكر لما كنا في ماتش الاتحاد الليبي الكره في كوره لو احنا كنا قاعدين كنا خسرين 2-0 هناك وثلاثه هنا في كوره راح مستلمها وترن بشوطه هو عارف هو واقف فين من غير ما يبص ادراك المكان ده دي من القدرات طبعا. اللي بتبقى لازم يعني لازم يتميز بيها المهاجم طبعا المهاجم الكويس طبعا قصدك اللي هو في الاخر عشان يقول عليه هو اللي هو انت اهي بص الاوفر من الكابتن اسامه عرابي 10 على 10 هي دي بص 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 بقى فين بص انت رحت شايلها فوق الناحيه الثانيه سرعات حلوه لا بس عايزين نشكر سمير ان هو لحق يجيبها كابتن الله ينور عليك يا سمر بص يا بص يا كابتن محمد ماركو فان باستن جاب جول بالظبط زي ده في روسيا بس برجله مظبوط مظبوط طبعا بس كانت اصعب من كده اصعب الزاويه اصعب بص بقى السلام يا سلام لو تجيب لنا الكره دي 5-6 مرات كمان هتهلوا على فلاشه هتهلوا على فلاشه لا انا فاكر دي بيسموها بقى كابتن ايمن انت طبعا اكيد عارف في التدريب اسمها بالانجليزي اويرنس اويرنس يعني عندك ادراك انت فين في ال 18 اويرنس بالمكان يعني يا كابتن بس خلاص بقى يا سمير خلاص يا سمير لا هو الجميل فيها كابتن سمير كابتن علاء طب احنا ممكن نختم وانت كمل مع كابتن ايمن هاتوا الاهداف بتاعته الجميل فيها ان الكابتن اسامه عرابي هو اللي عامل الاوفر كان وبعدين وقع برضه الاشول يعني كابتن اسامه وقع شوف شوف يا اخي شوف كابتن محمد رمضان برضه من داخل مكمل برضه عشان لو حصل برضه كابتن محمد رمضان الله يخليك انا بحبه ماشي خلينا في الراجل بنتكلم عليه ساعه طب انا اللي جايب له الجون هو سمير كان فكر في الجون انا اللي جايب لك الجول قبل ما نتكلم على ترتيب الدوري العام عايز اتكلم سريعا طبعا احنا تقريبا كلنا شفنا ماتش الوداد والرجاء امبارح او اول امبارح في تشابه في طريقه اللعب بين الوداد والنادي الاهلي في طريقه اللعب وفي نفس الوقت بص الكرات الثابته اللي على الوداد خطر والكرات الثابته والكرات العرضيه اللي هم بيعملوها تميز. من اليمين او من الشمال برضو خطر تميز فيها تميز طبعا. ونفس الكلام بالنسبه لنا احنا كويس احنا عايزين نتكلم على الكرات الثابته بالنسبه لنا والكرات الثابته اللي علينا تجيب بطوله طبعا وتضيع بطوله طبعا ده كرات ثابته بقت حاجه انا ما بتكلمش عن سلبيات انا بتكلم على ايجابيات سلبيات ولا سلبيات احنا بنشوف الحاجات الحلو الحاجات اللي ممكن تدينا حلول كويسه بالظبط بننور بنشوف الحاجات اللي احنا ممكن نشتغل عليها بالظبط ومحدش يقدر يختلف ان احنا كلنا الناس الموجوده كلها جوه القناه نفسها النادي يبقى في احسن مكان يعني دي حاجه كويس مفروغ منها فلا الكور ثابته كور حاجات مهمه جدا وكمان محتاج في الكره الثابته الدفاعيه محتاج وانت شغال تشوف الفرقه اللي انت بتشتغل عليها هم مميزين فين صح ان انا ممكن اكون النهارده في مباراه بلعب مباراه وعندي ترتيب الاطوال بتاعتي احسن اتنين عندي بحطهم في الـ في الـ في, الـ في القريبه وممكن اكون بلعب فرقه احسن حاجه فيهم ان هم بيلعبوا الكور الطويل صح فبالتالي اغير من اماكن الناس اللي بتلعب عندي دي نقطه مهمه جدا مزبوط. ونقطه مهمه جدا برضو في نقط الضعف اللي في الفرقه الثانيه لو انا عندي لعيب طويل لو عندي لعيب طويل وفي منطقه في الكره بتيجي فيها المنطقه دي مثلا في قلب الجول اخليه يشتغل في قلب الجول يعني في حاجات لازم مع الشغل انت دلوقتي في التحليل يعني تحليل اداء لكل مدرب كل مدرب بقى محلل الاداء ده مرايته بقى في عنصرين مهمين جدا 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 جوه دلوقتي في علم التدريب ايوه يعني يبقى عندك مخطط احمال كويس ويبقى يكون عندك محلل اداء برده كويس طبعا مع افراد الجهاز الفني طبعا اللي موجودين لكن العنصرين دول عنصرين مهمين جدا 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 ان تحليل الاداء ده بيفصص لك كل حاجه يعني بيعرف كل لعيب هو فين هو ممكن يبقى موجود فين ممكن يعمل ايه اللعيب اللي هيلعبه ايه مميزاته وايه عيوبه دي حاجه برده من الحاجات المهمه جدا في تفاصيل صغيره قوي يعني مثلا في محللين كان يعني ارسن فينجر وكذا حد يعني الواحد برده وقف عند الحته دي كتير ارسن فينجر كان بيحلل حاجه في الدوري الانجليزي اعتقد كانت على جيرو كان بيتكلم ان جيرو وهو بيلعبه ازاي يقدر يقفل عليه الكروس من ناحيه اليمين اكتر من ناحيه الشمال ان هو مميز من الكروسات اللي بتيجي من ناحيه اليمين أيوة. بس مش مميز من الكروسات اللي بتيجي من ناحيه الشمال فازاي بيقفل عليه جوه المباراه
لما الكره تبقى ناحيه الشمال بيتعامل مع جيرو ازاي، ولما الكره بتيجي ناحيه اليمين بيتعامل معاه ازاي. في لعيب مثلا بيدخل زياده من لعيب نص الملعب في التعاملات من ناحيه الشمال، بس ما بيدخلش من ناحيه اليمين. صح. ففي حاجات تفاصيل صغيره، دي حاجات مهمه جدا. كل ده تحليل، تحليل طبعا. كل ده تحليل، هو مش هو مستحيل كل مدير فني هيقرا كل حاجه. خد بالك، خلينا برضو في خطوط عريضه المدير الفني بيشتغل عليها، لكن التفاصيل الصغيره هي المفروض تجيله، المفروض توصل له من محل اداء، توصل له من بقيه افراد جهازه. ففي حاجات صغيره هو كمان عادل، هما الاثنين يعني هو بيشوف كتير جدا، هو بيتفرج بيشوف يبص طبعا. هو خد بالك برضو المدير الفني هو اللي بيوجه محل الاداء، هو عارف ان في حتت بس محل اداء بيفصص لك بالظبط، بيجيب لك مواقف أنا اكتر. انا عايز اضيف لكلامك ميكائيل لوف لما جه دي اف بي الاتحاد الالماني بيختار ميكائيل لوف عشان يمسكه المنتخب، اول حاجه قبل ما قالوا شخصيته ولا قال لك عنده قدره، عنده قدره على تحليل الفرق المنافسه بدرجه عاليه جدا، وايضا تحليل فرقته بدرجه عاليه جدا، تحليل نقاط القوه ونقاط الضعف والتحركات اللي عادل بيقولها. يعني قبل ما يبقى معاه محلل اداء هو ذات نفسه بيقدر يحلل يشوف، لان دي درجات. صح. يعني ان انا اشوف تحركات اللعيبه، وان زي ما عادل قال لك بيرفع من ناحيه كويس والناحيه الثانيه عادي، فيبقى انا انزل له لما الكره تكون هنا يبقى ينزل واحد وهكذا يعني. فهي يعني بس هي عموما كابتن محمد الكرات الثابته والكرات العرضيه، الثابته انا عايز اكمل نقاط قوه ونقاط ضعف في الفرق. انا عايز اكمل لك كلام عادل، شمال افريقيا بالتحديد، صح، جزائر، مغرب، تونس، الثلاثه فرق ترجي، فرق نجم ساحلي، وداد، رجاء، مميزين جدا. يعني فرق التوب في شمال افريقيا بيميزوا بشكل كبير. بص الكره دي برده، الكره دي نزلت عليها دي اللي احنا قلنا في اول مباراه عملها علي معلول في الدقيقه 9. مظبوط. بص علي معلول عملها ازاي، ادي يا كابتن علي برده خلي بالك كره عاليه جدا، بس هو باصص على كهربا، شوف عاملها منين يا كابتن، وبص عاملها له ازاي منين، عاملها حلوه. نرجع تاني. ايوه من نص الملعب، كويس، اقف هنا، بص عاملها منين كمان، وعلي بيحط رجليه فيها كمان كمان كمان، ماشي كمل، بص منين، والكره تحت رجله يا كابتن، خلي بالك الكره تحت رجله، شايف كهربا وشايف المساحه وعاملها وعطله في الحته اللي قدامه فاضيه وبيجري. الغلطه الوحيده عملها كهربا ايه في الكره دي، انت قصدك انه وقف؟ لا هو يعني ما وقفتش، فكر تفكيري، انت عارف يا كابتن دي ايه، ما وقفتش ليه الكره دي، ما وقفتش صح ليه، عشان بص قدامه ورجع بص لها تاني، لو رجعت كده قربت قوي كهربا بيستلم الكره والرجلين الاثنين في الهواء، لو رجعت بيها وهو بيستلم اللمسه الاخيره يا محمد، نرجع تاني طيب ونشوف كهربا، بص بص الاثنين في الهواء، انت فاهم، لازم دي تبقى على الارض ودي تسلم واحده يبقى اسهل. انما طبعا انا لو بص انا ماشي يا كابتن، هو لو يعني تفكيره عالمي كويس قوي، لمسه واحده بس، لحظه واحده بقى، بالنسبه للتفكير العالمي كابتن محمود الخطيب جاب جول زي دوت في كوتوكو، كنتوا صغيرين لسه كلكم بالظبط، كان سنه كام ده، كنت انت في ثانيه ابتدائي، المهم في اولى ابتدائي وكان بيحاول كابتن محمود الخطيب، لو معاكوا الجول دوت فعلا نفس الكره او شبه الكره ديت كابتن محمود الخطيب عملها مره واحده من فوق الجول، مرة واحدة ببطن رجله يا كابتن، صح؟ بس كابتن خطيب، بس كهربا كان ممكن لو تفكيره حاضر كان ممكن يعمل كده، علاء بطن رجله، بطن رجله طبعا. طب اقول لك على حاجة يا كابتن، طب ما حاجة، طب ما هو ممكن على فكرة كهربا ممكن يعملها برضه بدماغه، هي كلها بص يا صعبة، استنى الجول بتاع بتهيألي هولندا ما يلحقش يا بتاع هولندا اللي طار هاني ما يلحقش، بص في كأس العالم تاني نعملها تاني، طيب بص لا صعبه، عادل صعبه من هنا بتنوم، فان بيرسي ولا مين، لا صعبه من هنا بتنوم، فان بيرسي صح، ممكن لو راح لها، لو راح لها نفس الكوره يا كابتن، لو راح لها ممكن يعملها بدماغه، بس لو واخد القرار ومش واخد القرار صعب، صعب لازم تعمل هاف فولي ببطن رجله، مش لازم، مش محتاجه توقيف، لا انا بقول لك، بقول الكابتن خطيب عملها، هو عادل نفسه، لو هو عادل نفسه وعادل وهي في الهواء، هو كابتن برضه عشان ان هو بص على الكوره كتير قوي، بس هو ما خدش القرار، انا عايز اعلق على بس، بص دي برضه بتعلي دي ينفع، بس دي برضه من حتى علي علي لو جيت عملت احصائيه اخر الثلاث الفتره اللي موجود فيها هتلاقيه اكتر واحد عامل اسيست في فرقه النادي الاهلي، اعلى اسيست اعلى اسيست هو علي معلول طبعا. فانت بالتالي اهم طبعا. عنصر عندك في العناصر الهجوميه طبعا، انا شايفه اهم من رقم 10 طبعا. هو علي معلول طبعا طبعا، حتى بوجود رقم 10 المميز قوي طبعا. علي معلول الفتره الجايه محتاج تركيز جامد جدا، ان انت عنده منتخب وعندنا ماتشات، فمحتاج انت برضو محتاج العناصر الاساسيه واللي عندها الركائز بتاعتك محتاج تتعامل معاها برضو بحرص جامد جدا في الاستشفاء. ايوه الاستشفاء مهم جدا، عنده سفر كتير جدا زي ما كابتن سيد قال،
وده برده خد بالك فيه خطوره شويه على ان انت عندك لعيب مهم بقيمه علي معلول يعني. فلازم برده يبقى فيه تعامل جيد في ظل الماتشات المتتاليه مع السفر ده. خد بالك هو يسافر تونس وبعد تونس اعتقد في سفريه ثانيه افريقيا. فده برده في وقت معين في وقت كتير في وقت هو كمان صح. مجهد يعني صح. هو دلوقتي كمان مجهد. فدي برده نقطه من النقط المهمه اللي لازم تعمل حسابها كويس جدا الفتره الجايه. لازم يبقى برضو يعني لا قدر الله يعني لو هو لا قدر الله حصل له حاجه صحيح. لازم عندك البديل صحيح. فبالتالي الفتره الجايه محتاج تضرب عصفورين بحجر. ده عامل ستة اسيست متهيألي عندنا علي معلول السنه دي تهيألي. لا علي معلول يعني لو جيت حسبت احصائياته من اول ما دخل مصر في الدوري في الدوري لو من, من من اول ما جيت دخل مصر عمال حسبت احصائياته هتلاقيه من هو اول واحد اول اعلى ارقام في طبعًا. في لعيبه النادي الاهلي كلها. بص قبل ما نطلع فاصل سريعا هنقول الترتيب. نادي الاهلي طبعا في المركز الاول بس لعب 30 مباراه ب 79 نقطه. نادي الزمالك 29 تاني ب 58 نقطه واعتقد هيتخصم منه 3 نقاط. بيراميدز في المركز الثالث 29 54 نقطه. مقاولين العرب 29 ويمكن الفتره الاخيره اثرت النتائج مقاولين العرب على ترتيبه وب 49 نقطه. وانا اعتقد يعني ان الثلاثه الاوائل هيفضلوا زي ما هم ده اعتقادي. خمسة إنبي في المركز الخامس 41 نقطة. سموحة في المركز السادس 40 نقطة. مصر المقاصة في المركز السابع 40 نقطة. نادي الاتحاد سكندري أنا قلت لكم من فترة نادي الاتحاد مش هيكمل خامس هينزل 8 أو 9. نادي الاتحاد كانت ليه أسبابي 28 مباراة 38 نقطة. نادي طلائع الجيش المركز التاسع من 29 مباراة 34 نقطة. الإنتاج الحربي العاشر من 28 مباراة 34 نقطة. نادي أسوان مركز ال 11 من 29 مباراة 34 نقطة. نادي الإسماعيلي مركز ال 12 طبعا مركز لا يليق أبدا بالنادي الإسماعيلي 28 مباراة 31 نقطة. نادي الجونة مركز ال 13 29 مباراة 31 نقطة. نادي حرس الحدود في المركز ال 14 29 مباراة 30 نقطة. نادي المصري البورسعيدي في المركز ال 15 ولكن ناقص له مباراتين 27 مباراة 30 نقطة. 16 المركز ال 16 نادي وادي دجلة من 29 مباراة 28 نقطة. وفي المؤخرة نادي مصر ونادي طنطا المركز 17 و 18 20 نقطة و 18 نقطة. وطبعا هم دول تقريبا بنسبة 99.9 نزلوا. مين الثالث؟ سريعا كابتن علاء كبير بقى كابتن سريعا مين الثالث؟ سريعا انزل النهارده يعني لسه هتدور لسه هتدور ها عندنا وادي دجله في المركز ال 16 والنادي المصري 15 وحرس الحدود 14 صعب قوي يعني وفيهم الجونه 13 صعب قوي في ده ماتش بيفرق معاك قوي صعب جدا هو ماتش صعب ماتش بيطلعك في مكان تاني خالص صعب لكن هي المشكله انك بص من المركز التاسع التاسع اللي عندهم 34 دول كلهم جوه يعني مش يعني زي يوسف من التاسع يا ايمن ال 18 انت بتتكلم في ماتش ما صعب طبعا التالت صعب جدا يعني لكن مش بنتمنى طبعا مش بنتمنى المصري مش بنتمنى الفرق كبيره طبعا يعني طبعا بتفق معاك ان الاسماعيلي يعني صعب قوي المركز اللي هو فيه بس الاتحاد يا كابتن علاء يعني الاتحاد 38 لا بعد. بعد. لا بعد. لا لا احنا بنتكلم في من تقريبا المركز ال 13 لل 18 عندك نص الجدول الثاني بالظبط ما انا بقول 18 فرقه من التاسع من التاسع مباراه بتغير الموضوع خالص طب الحمد لله ماشي احنا هنروح فاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس